السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب أولى ثانوي، وصلنا للحلقة اللي قبل الأخيرة وهي المراجعات النهائية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هشرح لك فيه نظام مراجعاتنا هتبقى عامل إزاي. واحد هنشرح، اتنين هنحل، تلاتة هنفرم المنهج. منهجنا عبارة عن إيه؟ منهجنا عبارة عن ثلاث موضوعات. الموضوع الأول بيكلمني فيه عن التفكير الإنساني، والموضوع التاني بيكلمني فيه عن الفلسفة ونشأتها وتعريفها، والموضوع التالت بيكلمني فيه عن مهارات التفكير وخصائص التفكير. إحنا هنعمل إيه في المراجعات بتاعتنا؟ المراجعات بتاعتنا زي ما هم ثلاث دروس، هتبقى مقسمة لثلاث فيديوهات. كل فيديو فيه إيه؟ فيه شرح، ثم حل أسئلة، ثم بعد حل الأسئلة هطلع لك لايف تقدر من خلاله تتناقش معايا في أي حاجة واقفة معاك، سواء الأسئلة اللي أنا شرحتها أو أسئلة عندك من بره أنت مش لاقي لها إجابات. لحد كده الدنيا واضحة؟ طيب إيه اللي هيحصل بعد التلاتة دول؟ هينزل لك فيديو كامل، يا إما فيديو كبير يا إما فيديو مقسوم نصين، هيكون كله عبارة عن حل امتحانات شاملة للمنهج كله، بما فيها بقى امتحانات السنين السابقة والمحافظات وبنك المعرفة وكل الكلام اللي في دماغك كله واللي بتحلم بيه هتلاقيه موجود إن شاء الله بإذن الله، زائد المراجعة النهائية بقى خالص بتاعت ليلة الإيه؟ بتاعت ليلة الامتحان. ودي هتبقى مراجعة خفيفة، أنا بعتبر إن دي أهم بكتير، لأن إحنا بنعمل إيه؟ بنفرم المنهج من أول وجديد. فيلا بينا نستعين بالله، وعايزك تبقى هادي ودادي كده ورايق ودماغك كده في اللذيذة، ونبدأ مع بعضينا. بسم الله بسم الله. بص يا سيدي، عند الموضوع الأول بيتكلم عن التفكير الفلسفي، التفكير الإنساني. طيب التفكير الإنساني ده عايز يكلمني فيه عن إيه؟ اول ما هتلاقي الملزمه دي كده كده هتلاقيها موجوده بي دي اف معاك، نعمل لها داونلود واشتغل معايا واكتب وعلم الكلام اللي هقول لك عليه، ولو عرفت تطبعها يبقى كويس جدا. قال لي في البدايه خالص، التعريف هو هبه من الله منحها سبحانه وتعالى لمين؟ للانسان، وميزه بها عن سائر المخلوقات. فطري، تفكير فطري يعني ليس مكتسب، وليس سمه مشتركه ما بين الانسان والبيئه. طيب وهو مفهوم افتراضي لا نلاحظه بشكل مباشر بل نستدل عليه من السلوك. لو جالك في السؤال وقال لك شيء ربنا وهبه للإنسان، على طول اعرف ان هو بيكلمك عن التفكير ومفهومه. لو قال لك ميزة ميز بها الإنسان عن سائر المخلوقات، اعرف ان هو بيتكلم عن التفكير. لو قال لك شيء فطري مش مكتسب، اعرف ان هو بيتكلم عن التفكير. لو قال لك ان هو شيء افتراضي ما اقدرش الاحظه، او قال لك شيء بستدل عليه، اعرف ان هو بيكلمك عن التفكير. فالكلمات اللي انا معلمها لك باللون الاحمر دي كلمات مهمة، خلي بالك منها قوي وركز عليها. قلت له جميل. قال لي امتى بقى الانسان دماغه بتشتغل؟ قال لي والله الانسان لما بيتعرض لاي مصير في حياته بيحصل عنده نشاط فكري. ايه هي المصيرات؟ هي الاحداث اللي بتدور حواليه منك خلال اليوم. طيب الاحداث اللي بتدور حواليه مني خلال اليوم دي بقدر اعرفها ازاي؟ قال لي بستقبلها عن طريق الحواس الخمسة، عن طريق السمع، عن طريق البصر، عن طريق الشم، عن طريق التذوق، عن طريق اللمس. كل دي حواس بقدر ان انا احس بيها الاحداث اللي حوالين مني. بمعنى ان احنا النهاردة لو شمينا ريحة حاجة معينة، ايه الريحة دي؟ واحد يقول ريحة اكل، لا 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 ده ريحة مش عارف ايه، لا ده ريحة ايه. يبقى النهاردة احنا بنعمل ايه؟ بنفكر. احنا النهاردة بنعمل ايه؟ بنفكر. قلت له جميل. قال لي بقى المثال اللي عندي بيقول لي عند سماعك صوت عالي تستقبل هذا الصوت، انا بسميه مثير، اي حاجة بستقبلها بسميها مثير، واللي بيحصل بعد كده استجابة. فبقول لي هنا كده بستقبله بين بالاذن، يبقى المثيرات بستقبلها عن طريق الحواس، المثيرات بستقبلها عن طريق الحواس، المثيرات بستقبلها عن طريق الحواس، ويبدا المخ في محاوله معرفه مصدر هذا التفكير. طيب لحد كده حلو قوي. لما بيبدا يعرف مصدر الصوت يبقى هنا عمل ايه؟ عمل تفكير. يبقى هو فكر بسبب ايه؟ بسبب وجود مثير اللي انا قدرت استقبله عن طريق حاسه من ضمن الحواس الخمس. لحد كده الدنيا جميله. حلو. طيب قلت لك في الشرح امتى التفكير بيشتغل او امتى الانسان بيشغل دماغه في اربع حالات. ايه هم الاربع حالات دول؟ قلت لما بيفكر في حاجه في الماضي، او بيخطط في حاجه في المستقبل، او بيحاول ان هو يحل مشكله واجهته، او ينظم تفكيره. وهم دول الاربع حالات معاك. رقم واحد قال لي في حاله التنظيم. انظم ايه؟ قال لك النهارده لما تشوف طالب زميلك كده اجابته منظمه ومرتبه وكلامه كله موزون، فبقول عليه ايه؟ ده شخص مفكر، شخص منظم، يبقى عنده تنظيم في تفكيره. اتنين قال لي في حالة التذكر. طب التذكر ده هجيبه منين؟ قال لي هجيبه من الماضي، زي ما بتحاول تتذكر معلومة وانت في الامتحان، تذكر من الماضي. بتحاول تفتكر مدرس كان عندك في اعدادي، تذكر من الماضي.
ثلاثة التخطيط، بخطط للإيه؟ بخطط للمستقبل. أو ثلاثة عندي الأول حل المشكلات. إيه هي حل المشكلات؟ أي مشكلة عندي بتقابلني وبحاول أقدم لها حلول يبقى لازم أفكر عشان ألاقي حل. أربعة التخطيط، والتخطيط بيكون للمستقبل. أنا النهاردة خلاص في شهر 12 وعندي سنة جديدة بدأ، اقعد اخطط مع نفسي ايه اللي حصل في السنين اللي قبل كده، او ايه اللي حصل في سنه 23 وعايز اتجنبه في سنه 24. طب ايه الحاجه الجديده اللي انا عايز اتعلمها، اللغه الجديده اللي انا عايز اتعلمها، المهاره الجديده اللي انا عايز اتعلمها. يبقى انا ببدا ايه، اخطط في المستقبل. فلازم افكر عشان اخطط للمستقبل. السؤال هيجيني ازاي؟ السؤال هيجيني ازاي؟ بص، الماضي والمستقبل انت هتعرفهم من خلال اصلا اللغه العربيه، حاجه بتجيبها من الماضي او حاجه بتخطط لها اللي هي سين وسوف. سأكون، سوف أكون، يبقى أنا عندي إيه؟ أدي التذكر من الماضي وأدي التخطيط للمستقبل، الاتنين مفهومين، حلو؟ طيب أجي بقى على حل المشكلات، هتلاقيه بيقولك إن في حاجة طارئة أنت تعرضت ليها أو صديق ليه اتعرض ليها وجاي ياخد رأيك فيها، حلو؟ يبقى في الحالة دي أنت مضطر تعمل إيه؟ تحل المشكلة. طب أحل المشكلة كده تلقائي؟ لأ، لازم أفكر. يبقى ساعتها بتدل على إيه؟ بتدل على إيه من أنهي موقف فيهم؟ أقوله على موقف حل المشكلات. طيب التنظيم، هتلاقي في التنظيم شخص بيتكلم كويس، بيرتب كلامه، بيرتب أفكاره، أي حاجة فيها ترتيب، أي حاجة فيها ترتيب. لحد كده الدنيا واضحة؟ الدنيا واضحة بالنسبة للجزء ده؟ جميل قوي. انت كلمتيني كل ده، ما كلمتنيش لحد دلوقتي عن التفكير نفسه. اقول لك، بص يا سيدي، لما جه يعرف لي التفكير، طيب لما جه يعرف لي التفكير قال لي تعريف التفكير هو العملية العقلية اللي بقدر ارسم بيها خريطة العمل علشان احقق هدف ما. يبقى دايما كده في التفكير انا بفكر علشان عندي هدف، بفكر علشان عندي هدف. يبقى هو عملية عقلية بحاول ارسم بيها خريطة، الخريطة دي هي اللي هتوصلني لهدف معين. الهدف ده ممكن يكون حل مشكلة، الهدف ده ممكن يكون ان انا افتكر معلومة سابقة، الهدف ده ممكن يكون ان انا اوصل لصورة افضل في المستقبل، الهدف ده ممكن يكون ان انا عايز انظم افكاري. لحد كده أجزاء المنهج بالنسبة لك مترابطة؟ جميل قوي الكلام ده. طيب تعالى يا سيدي، بيقول لي خصائص التفكير الإنساني، هو بيبقى خصائص بتاعته إيه؟ يعني بيتكون من إيه؟ قال لي بص، أنا عندي كام واحدة؟ 5، 1، 2، 3، 4، 5. يبقى خصائص التفكير 5، خصائص التفكير 5، خصائص التفكير 5. مش مطالب ان انت تحفظهم خالص، النظام الجديد مبني على الفهم، فانا عايزك تفهمهم معايا علشان لما يجيلك عليهم جزئية دلوقتي، على اي جزئية فيهم يجيلك فيها سؤال، تعرف انت بتحل ازاي بناء على الفهم. بص يا سيدي، رقم 1 قال لي نشاط عقلي انساني، 2 ادراك للقوانين الموجودات، 3 بعبر عنه بشكل لفظي او رمزي، 4 نشاط عمل الانسان، 5 يرتبط بالشخصية. أول ما أقول لك نشاط عقل الإنسان هتعلم لي في ملزمتك على كلمة عقلي، يعني دايما التفكير مبني على العقل مش مبني على الإحساس. الإحساس ده بقى أي شعور يجي لك، أي شعور يجي لك، فأنت بنيت حاجة بناء على الشعور. أنت وقعت في خطأ، الخطأ ده بيبقى متنافي مع إيه أو معكوس مع إيه؟ قال لي بيبقى معكوس مع النشاط العقلي للإنسان. يبقى دايما القرار اللي انت بتاخده او التفكير اللي انت بتفكره مبني على معلومات وخبرات انت مريت بيها، مش مبني على مشاعرك واحاسيسك. لحد كده واضحة؟ حلو. 2 قال لي ادراك للقوانين العامة للموجودات، يعني ايه؟ انا النهاردة لو عندي معلومات، عندي معلومات وعندي خبرات وظهرت قدامي حاجة، بحاول أربط ما بين الحاجة اللي ظهرت دي وما بين الأفكار اللي عندي، وده اللي عمله نيوتن. نيوتن أول ما وقعت التفاحة عمل إيه؟ واحد غيره كان حطها في بقه وكلها وريحنا وريح العالم كله والأجيال اللي جاية كلها، ولكن هو ما عملش كده، ولكن قاعد يعمل إيه؟ قاعد يفكر تفكير. يفكر ما بين إيه وإيه؟ قالك بيفكر ما بين سقوط التفاحة والقانون بتاع الجاذبية. يبقى في إدراك للقوانين العامة للموجودات، زي بالظبط مثال في حياتك اليومية، لو انت عايز تغير لمبة او تقص سلك كهرباء او تعمل اي حاجة، هتعمل ايه؟ هتجيب سلم خشب مش سلم حديد، لان انت عارف ان الخشب ما بيوصلش الحرارة. طيب لو عندك سلك كهرباء عريان هتلفه ببلاستيك مش هتلفه بقماش، ليه؟ لان انت عارف ان البلاستيك غير موصل للكهرباء. يبقى انت كده فكرت، يبقى انت كده فكرت. يبقى من ضمن خصائص التفكير ان هو بيبقى في حالة ادراك للقوانين العامة للموجودات. 3 بيعبر عنه بشكل لفظي أو رمزي. لفظي يعني كلام، رمزي يعني رموز.
الفيلسوف لما بيجي يفكر بيعبر عن فكرته بالكلام، أما العالم لما بيجي يفكر بيفكر وبعدين يروح معبر عن التفكير بتاعه بالمعادلات الرياضية اللي هو بيعملها أو المعادلات الكيميائية اللي هو بيعملها. فدايماً كده بعبر عنه يا إما بشكل كلامي يا إما بشكل رموز. لو جيت سألتك دلوقتي 5 في 6 بكام هتقول لي 30، أرقام. لو قلت لك دلوقتي سؤال هو يا المية بتتكون من إيه، فهتروح رسم لي إيه؟ حروف H2O. يبقى ده هنا رمز للمية، ده هنا رمز للمية، فما عرفتنيش إن هو بيتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، ما كتبتش، وإنما أنت عملت رموز، يبقى بيعبر عنه في شكل إيه؟ رمزي. طب اللفظي؟ لو أنت النهاردة جواك حاجة معينة بتفكر فيها فرحت قايلها بشكل إيه؟ بشكل كلام، في شكل قصيدة، في شكل فيلم ألفته، يبقى هنا شكله إيه؟ لفظي. طيب رقم 4 قال لي هو نشاط عملي للإنسان. تعال على كلمة عملي وحط لي عليها دايرة. دايما كده اللي بيفكر ده، لما قلت لك الحالات اللي بيشتغل فيها التفكير، انت بتحاول تخطط لمستقبلك صح؟ حلو. طب التخطيط ده مش عشان انت تبقى أفضل؟ مش عشان الواقع بتاعك يبقى أحسن؟ مش عشان المستقبل بتاعك يبقى أحسن؟ طب أنا بفكر في مشكلة بتواجهني، المشكلة دي حاجة مضرة، حاجة سلبية، حاجة تأثر على حياتي. طب لو أنا بفكر فيها ليه؟ علشان أشيل المشكلة دي وأغيرها. يبقى هنا التفكير نظري بس ولا عملي؟ قال لي لا، ده بيرتبط بالنشاط العملي للإنسان. آخر حاجة قال لي إن التفكير بيدل على خصائص الشخصية، أقدر أعرف من خلاله ومن خلال طريقة التفكير الشخص ده شخص مثقف، الشخص ده شخص عملي، الشخص ده فيلسوف، الشخص ده عالم، الشخص ده تافه، الشخص ده ما بيفهمش حاجة إلى آخره. ليه؟ لأن الكلام والتفكير الاتنين لغة ليها وجهين، فالكلام والتفكير بيعبر لي عن. خلصنا مع بعض خصائص التفكير، تعال نخش بقى على أهمية التفكير. بص يا سيدي الناس، أنا التفكير عندي ليه 4 أهميات. 1 المنفعة العملية للفرد، 2 منفعة عامة، 3 صحة نفسية، 4 قدرة على التحليل والتقويم والنقد. ناخدهم واحدة واحدة كده بقى، وشمر لي كده وافرد جناحاتك ويلا بسم الله. أول حاجة المنفعة العملية للفرد، لما يكون التفكير ده هيساعدك أنت كفرد على النجاح، والعائد بتاع النجاح هيعود عليك انت. زي ايه؟ ناخد مثلا مثال زي الدكتور احمد زويل، هو نجح وبقى عالم كبير وقدر يحصل على جائزة نوبل من فراغ، ولا كان شخص بيفكر؟ كان شخص بيفكر. طيب العائد بتاع النجاح ده عائد على مين؟ قال لي عائد عليه هو، هو الوحيد اللي خد جائزة نوبل، مش انا اللي خدت جائزة نوبل، احنا كلنا مصريين ونفتخر بيه كمصريين، بس العائد هنا والمنفعة هنا نفعته هو؟ نفعته هو. لاعب الكورة لما بيشتغل على نفسه ويقدر يلعب ويجيب جوان ويبقى هداف ويبقى بطل وإلى آخره، زي مثلا محمد صلاح أو أي لاعب تاني، هنا المنفعة عايدة على مين؟ عايدة عليه هو كفرد. حلو جميل. يبقى هنا العدد ايه؟ فردي. طب المنفعة العامة ايه هي دي عشري؟ قال لي المنفعة العامة دي لما بيكون الفايدة عايدة على مجموعة كبيرة من البشر. زي ايه؟ لو افترضنا ان طلاب الثانوية العامة بيمتحنوا 3 أيام في الأسبوع، فراحوا اشتكوا لوزير التربية والتعليم وقالوا له يا معالي الوزير، يا دكتور رضا، احنا بالنسبة لنا فيه مشكلة. ايه مشكلتكم يا ولاد؟ مش عارفين نصحى ولا ننام ولا نلحق نذاكر ولا نراجع ولا نقدر ناخد دروسنا ولا الكلام ده كله. فأصدر قرار وقال قرار وزير التربية والتعليم لامتحانات 23-24 النقل أولى وتانية ثانوي، الامتحان هيبقى 2 مادتين بس في الأسبوع. يبقى هنا المنفعة عايدة على مين؟ عايدة على كل طلاب أولى وتانية ثانوي. يبقى هنا اسمها إيه؟ اسمها منفعة عامة مش منفعة عملية للفرد. لحد كده الدنيا واضحة، والاتنين مرتبطين ببعض. يعني علشان خاطر الدكتور رضا حجازي يقدر ياخد قرار ينفع الناس، لازم يكون هو كمان بيفكر بشكل كويس، فمن أهمية التفكير. 3 قال لي حاجة اسمها الصحة النفسية. يعني ايه الصحة النفسية؟ هيجي لك في الامتحان اي حاجة فيها قلق، توتر، اكتئاب، ضغط نفسي، ضغط عصبي الى اخره، دي كلها تعرف ان من أهمية التفكير هي الصحة النفسية.
تعال ناخدها بمثال عملي على طول انت بتعيشه. لو النهارده انت عمال شويه بتذاكر وشويه مكسل، شويه بتذاكر وشويه مكسل، هوب اتفاجئت بجدول الامتحان نزل وخلاص نصب الصوان يمه وانت ما ذاكرتش، ايه اللي هيحصل؟ هتضغط قوي في المذاكره. طب ساعتها هتبقى مبسوط؟ لا، متعصب واللي يكلمك تتضايق. طيب علشان تتجنب ده كله ايه؟ كان لازم تفكر من الاول وتحسب المدة الزمنية وتعرف اللي انت ذاكرته ايه وما ذاكرتوش ايه وتخطط له كويس. فلو فكرت بشكل كويس ما كنتش هتتعرض للضغط العصبي اللي انت فيه. لحد كده واضحة ومفهومة؟ جميل. اخر حاجة من مهارات التفكير، من اهمية التفكير، ان هو بيساعدني على النقد والتحليل والتقويم. يعني ايه؟ يعني انا النهاردة ما بمشيش ورا الناس وخلاص. ليه؟ لان اللي بيقول لي حاجة ويقول لي تعالى هنعمل كذا وهنكسب كذا، اقول له ثواني واقعد افكر في الموضوع واحلله واشوف هل كلامه منطقي ولا مش منطقي، ولو كلامه منطقي بجيب ادلة على ده، ولو كلامه غير منطقي برفض العرض واقول له الادلة على الرفض. لحد كده الدنيا واضحة بالنسبة لك؟ حلو. زي ما احنا متعودين كلمة كلمة في المنهج كله بيقول لي هنا المنفعة العملية للفرد ان التفكير هيساعد الافراد على الايه؟ التنافس بشكل فعال. طالما قال لي تنافس يبقى فرد بينافس على حاجة معينة، فالنجاح يرتبط بتفكير الفرد الجيد. اتنين، من اهميات التفكير قال لي المنفعة العامة، ودي بتكون خاصة بالمجتمع ككل مش بفرد لوحده. حلو. طب المنفعة العامة دي هتبقى ماشية ازاي؟ قال لي بص يا سيدي، ثواني هنصغر لك الخط عشان انكل عادل كان مكبره على الاخر. تعملش كده تاني يا عادل، خلاص يا ولاد هو مش هيعمل كده تاني. بسم الله. طيب يبقى اول حاجة المنفعة العملية، تاني حاجة المنفعة العامة، مجتمع كبير من الناس، هنا عدد فردي شخص، هنا عدد كبير. حلو. فهناك علاقة وثيقة بين المنفعة العملية والمنفعة العامة. ليه؟ هنا العلاقة الوثيقة اللي ما بينهم المنفعة العملية، اللي هو الفرد لو مش بيعرف يفكر بشكل كويس مش هيقدر يفكر في مصلحة الجماعة. فبقول لي التفكير الجيد يساعد الأفراد على إصدار القرارات وحل المشكلات اللي بتواجههم. ثلاثة، الصحة النفسية. وفي أهمية التفكير من حيث الصحة النفسية قلنا أنه بيساعد الفرد على التكيف مع الأحداث والمتغيرة. أي حدث بتحصل له بتفكر فيه بشكل كويس تقدر تتعامل معاه. قال لي وبالتالي يشعر بالراحة النفسية، فلو فكرت كويس هتحقق اللي انت عايزه وهتحس بالسعادة. طيب رقم أربعة، قال لي أن التفكير بيساعدني على القدرة على التحليل والتقويم والنقد. فالتفكير الجيد يحمي الفرد من التأثر بأفكار الآخرين. أنا مش هتأثر بأفكار الناس التانية، وخصوصا لو كانت خاطئة وهدامة، وكمان هيساعدني على مواجهة الأفكار وبأدلة مقنعة. لحد كده الدنيا واضحة سهلة وبسيطة. حلو. خدنا بعد كده محاضرة اسمها محاضرة أساليب التفكير، وعرفنا ان أساليب التفكير عندي في تفكير خرافي وفي تفكير علمي وفي تفكير فلسفي وفي تفكير إبداعي. طيب والتفكير الديني؟ طيب تعالى كده ناخدهم واحدة واحدة. التفكير الخرافي هتلاقي جايلك في الجملة ان الشخص بيربط حدث بشيء غير واقعي. زي ايه؟ انا بقولك ان النهاردة الدنيا كانت بتمطر وده بسبب اعمالنا السودة، اعمالنا المهببة كمصريين، ربنا عمال ينزل علينا مطر وربنا عمال ينزل علينا برق ورعد وربنا هيخسف بنا الارض ان شاء الله. يبقى انا ربطت الاحداث اللي حصلة او الظواهر الطبيعية اللي حصلة بقدرة ربنا سبحانه وتعالى بحاجة خرافية، بحاجة خرافية، اللي هو بقول لك ان المطر الكلام ده كله دي دموع الموتى او دي غضب الآلهة. تمام، مش غضب الله عز وجل، غضب الآلهة. طيب غضب الآلهة ليه علاقته بالرياح؟ مفيش اي علاقة. يبقى السؤال هنا التفكير اللي انا بفكره ده تفكير حقيقي؟ لا. بربطه باسباب علمية او اسباب حقيقية؟ لا. فبقول عليه نوع من اساليب التفكير اسلوب خرافي. زي ايه؟ هتلاقي بقى الوصفات الطبية والوصفات البلدي والسحر والشعوذة وما وراء الطبيعة والمتفيزيقة وكل الكلام ده بيندرج تحت التفكير الخرافي. طيب ايه هو التفكير العلمي؟ التفكير العلمي اللي بيربط كل شيء بيحصل بسبب علمي مقنع.
تيجي تسألني عن المطر اللي أنا لسه قايل لك عليه في الخرافي إنه تفكير الموتى، هتقول لي هو عبارة عن إيه؟ قال لي إن دي مية البحار والمحيطات حصل لها تكثيف بسبب أشعة الشمس واتكونت وفي درجة حرارة معينة نزلت على شكل مطر، فده الأسلوب الإيه؟ الأسلوب العلمي. طيب تعال على الأسلوب الديني، يجي واحد أول ما يشوف المطر يقول لك سبحان الله قادر على كل شيء، إمبارح كان الجو حر والنهاردة بتمطر، سبحانه سبحانه، يبقى هنا ربط كل حاجة بمين؟ بقدرة الله عز وجل. طيب تيجي لبتاع التفكير الإبداعي يقول لك إيه؟ يقول لك المية دلوقتي بتنزل كتير في الشتاء، وإحنا عندنا أماكن زي مثلا أماكن في السلوم ومرسى مطروح وأماكن غيرها بيعتمدوا على مية المطر، طب ليه ما نفكرش نعمل أبيار؟ يا عم دي فكرة قديمة قوي. حلو، طب ليه ما نفكرش نعمل محطة لتوليد المياه دي وتيجي المية وننقيها ونعمل ومش عارف إيه؟ يفضل يفكر يفكر لغاية ما يجيب لك أسلوب إيه؟ فكرة إبداعية. طيب لحد كده الدنيا واضحة؟ طيب الأسلوب الفلسفي بقى يربط لك بقى ظاهرة المطر مع البرق والرعد مع فصول الصيف والشتاء مع النظام الاقتصادي ممكن نستفيد منها اقتصاديا ازاي، مع النظام الزراعي ممكن نزرع بالمية بتاعة الأمطار ازاي، مع النظام الصحي ايه الفوائد الصحية اللي هتعود في الوقت ده، او ايه هي الأمراض اللي هتيجي في الشتاء فنتجنبها، مع كذا مع كذا. يبقى هو بيفكر بالظاهرة وعلاقتها بالظواهر الأخرى، دي هي أنظمة وأساليب التفكير. تعال خدهم بقى واحدة واحدة وكلمة كلمة وانت ماسك الملزمة بتاعتك والمذكرة بتاعتك عشان هقولك على شوية حاجات تعلم عليها. بص يا سيدي، جالي هنا في أساليب التفكير وقال لي أنا أساليب التفكير عندي خمسة، الأسلوب الخرافي ليه مش عايز يكتب رقم واحد، أيوة كده، الأسلوب الديني، الأسلوب العلمي، الأسلوب الفلسفي، الأسلوب الإبداعي. حلو، ايه هو الاسلوب الخرافي؟ قال لي ده اسلوب بدائي وساذج جدا ولا يصل للاسباب الحقيقيه للظاهره، بل بيبقى عندي علل واسباب غيبيه. تعالى كلمه علل كده واعرف ان كلمه علل معناها سبب، يبقى هو كان بيربط لي الاحداث باسباب غيبيه ملهاش علاقه بالواقع. قلت له جميل، زي ايه؟ قال لي زي القول بان الامراض بسبب غضب الالهه، واحد دلوقتي جاله مرض معين، شفت اهو بسبب ان هو كلمة لليتامى، شفت اهو بسبب ان هو ظلم مش عارف مين. يا عم ما هو ربنا كاتب له كده في الاقدار، دي حاجة كويسة ان احنا نبقى مؤمنين بيها، بس هي الفكرة ايه؟ غضب الاله ازاي؟ هو كده هي الالهة غضبان عليه، زي ما زمان كده في فجر الاسلام تروح تدي صكوك الغفران يقول لك اتغفر لك، ما تديش يقول لك غضب الاله هيحل عليك. طيب تعالى على رقم اتنين، الاسلوب الديني، ده أسلوب إيه؟ قال لي أسلوب ديني وإيماني وعقيدي واعتقادي، وبيربط الظواهر بقدرة الله عز وجل، الحياة والموت والفقر والغنى كل ده دليل على وجود الله عز وجل. الأسلوب العلمي ملوش غير الحاجات الملموسة، يعني إيه الحاجات الملموسة؟ الحاجات اللي يقدر يحسها ويلمسها ويقدر يعمل عليها تجارب، فبيقول لي هو أسلوب حسي وتجريبي، بيعتمد على الإيه؟ على الملاحظات والتجارب علشان يوصل لإيه؟ قال لي للأسباب المباشرة والعلل القريبة. وخد بالك إن هنا في الخرافي علل غيبية، أما في العلمي علل قريبة، عشان هتيجي في الفلسفة والأسلوب الفلسفي وهتلاقي إيه؟ علل بعيدة مش قريبة. فاحفظ الكلمات دي، مهمة جدا قوي تبقى مركز فيها عندك رأتك للسؤال. طيب تعال على الأسلوب الفلسفي، قال لي هو أسلوب عقلي وتأملي وتحليلي، بيعتمد على النظر العقلي، جميل قوي. قال لي وبيكون حقيقة شاملة عن الإنسان والوجود، خد بالك من كلمة شاملة دي وحط لي عليها دايرة عندك، بيكون الحياة الشاملة دي عشان إيه؟ قال لي علشان يوصل للعلل البعيدة أو المبادئ الأولى للظاهرة، تمام كده؟ طيب آخر أسلوب معايا هو الأسلوب الإبداعي أو الأسلوب الابتكاري، قال لي وده بيتصف بحاجة اسمها الجدة والأصالة والمرونة والتأليف بين الأشياء للوصول لشيء جديد، فبيقدر يوصل للشيء الجديد من خلال إن هو بيفكر ويربط الأحداث ببعض. زي ما قلنا قبل كده، النهاردة لو أنا عندي السلالم الطبيعية بتبقى ثابتة وأنا اللي بتحرك عليها، طب تعالى بقى نشقلب الموضوع، السلالم تبقى هي اللي بتتحرك وأنا اللي ثابت، فاخترعنا حاجة اسمها السلم الكهربائي، يبقى ده إيه؟ ده اسمه إبداع.
طيب المروحة بتلف في الاتجاه اليمين فبتجيب لنا هواء، طب خليها كده تعكس الأداء تلف في الاتجاه الشمال، فبقى شفاط بنستخدمه في المطابخ أو الأماكن المقفولة اللي أنا عايز أفرغ الهواء منها، وهكذا. أنا النهاردة في الصيف وحاسس بحر، نفسي الشتاء ترجع تاني، فعملت تكييف علشان يغير لي مستوى درجة حرارة الجو في المكان اللي أنا قاعد فيه، وهكذا. لحد كده الدنيا واضحة، سهلة وبسيطة، أساليب التفكير معاك تمام؟ زي الفل. انا ممكن وانا بفكر افكر غلط، صح ولا صح؟ كلنا بنغلط. يقولك الالم بيغلط فكل واحد بيغلط، طب ايه اللي يخليني اقع في الغلط؟ ها افتكر معايا كده. والله ممكن يكون العيب مش فيا، صح، وممكن يكون العيب فيك برضه. فعندي عوامل الوقوع في الخطأ اتنين، عوامل ذاتية متعلقة بسيادتك انت كشخص وانت بتفكر، وعوامل تانية اسمها عوامل موضوعية أو خارجية، دي بتبقى متعلقة بالموضوع أو أي عامل خارجي براك، تمام؟ العوامل الذاتية المتعلقة بيك إن أنا ممكن لما أجي أفكر في حاجة أفكر بسرعة وأخد قرار بسرعة بدون دليل. ممكن وأنا بفكر واحد يجي يقول لي إيه؟ إلحق يا عم أنت بتعمل إيه؟ ده أنا بسمع جمعة العشري على منصة زاتوب. يا عم زاتوب مين؟ الدكتور رضا حجازي لغى الامتحانات أصلا، مش هيبقى فيه امتحانات. أوب اقفل بقى، اسكت يا عشري، وروح قافل بقى واقطع سلك النت بقى وحمل العاب والدنيا خربانه. انت ليه صدقته بسرعه كده؟ انت وقعت في خطا من اخطاء التفكير اسمه القابليه للاستهواء، وده بيحصل مع الشائعات اللي بتظهر، وهكذا. ففي عوامل متعلقه بسيادتك وفي عوامل متعلقه بالموضوع نفسه. تعال على العوامل المتعلقه بسيادتك. بص يا سيدي، قال لي واحد تغليب العاطفه على العقل. عارف انت كده اللي يقول لك واحد بيفكر بعقله والتاني بيفكر بقلبه، هي دي. يعني ايه؟ هديك شوية كم مثال كده بقى بسرعة 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 على تغليب العاطفة على العقل. النهاردة مثلا قلنا مثلا واحدة بتحب واحد، فجون صاحبتها، يا بنتي عيب عليك، الولد ده ما بيحبكيش، الولد ده بيتسلى بيكي، يا بنتي الولد ده بيضحك عليكي، كوش دعوة بس ضحكته تجنن ابن اللذينة، صباح الفل يما، ما هي مراية الحب عامية. طيب النهاردة احنا قاعدين في بيت، اجي الصبح اقول لابويا عايز 50 جنيه، امشي من قدامي. اجي لماما، يا ماما عايز 50 جنيه، امشي ياد من قدامي. اخويا الصغير يجي كده، ماما اب قلب ماما، روح ماما، عقل ماما، كبد ماما، عايز 10 جنيه، 20 جنيه يا حبيب قلب ماما. ليه؟ هي غلبت العاطفة على العقل، عشان القرد في عين امه غزال والحبيب ده اخر العنقود. فهنا ايه اللي حصل؟ وقعت في خطأ من أخطاء التفكير، سواء البنت أو موقف الأم، هم وقعوا في خطأ إن هم غلبوا العاطفة على العقل، ما بيحسبش الأمور بالعقل، فبالتالي بيقع في خطأ. فضروري جدا تكون بتحكم عقلك في كل أمورك. طيب تعالى كده ناخد التفاصيل بتاعتها. قال لي العاطفة بتشمل إيه؟ سواء كانت عاطفة حب أو كراهية، يبقى شعور بحب، بغضب، بكراهية، بحقد، بأيا كان، أيا كان الحالة الانفعالية. قال لي إذا تغلبت عاطفتك على عقلك ستقع في الخطأ، فالأم التي تتحكم في عاطفتها أكثر من عقلها في تربية أبنائها وتدلعهم أكثر من اللزوم تفشل في التربية. هي فشلت في التربية ليه؟ لأن هي بتربي بلا عواطف وبس، ومش دايما بتبقى صح. اتنين، القابلية للاستهواء، اكتب لي فوق منها كده الإشاعات. بيطلع إشاعة قال لي هي سرعة تصديق ما يقوله الآخرون بصدقك بسرعة، اللي هي السذاجة، وبنستخدم في نشر الشائعات والدعايات، مثل إبلاغك أحد أصدقائك بأن أحد الزملاء سخر منك فقمت بمقاطعته، اللي هي الفتن اللي بتتم. ربنا يا رب يكفينا وإياكم شرها. ثلاثة، التسرع في الحكم. هحاول أكبرها لك كده عشان برضو يبقى الخط معاك تمام. التسرع في الحكم معناه إيه؟ معناه إن أنا باخد قرار بسرعة ولكن بدون دليل. السرعة في إصدار الأحكام مش عيب في حد ذاتها، ولكن الخطأ اللي أنا بقع فيه لما أصدر حكم بدون دليل. فقال لي الوصول لنتائج لا تبررها المقدمات، وذلك نتيجة التسرع في الحكم. مثال، قال لي إنسان خان صديقه فيحكم على كل أصدقائه بالخيانة. أنت حكمت على كل الأصدقاء بالخيانة بدون ما يكون عندك دليل، ولكن هنا كان فيه إيه؟ سرعة في إصدار الحكم بدون نقد. طيب آخر حاجة معايا هي التعصب والتطرف. وقلت لك التعصب أو التطرف هو الانحياز. تعال علم لي على كلمة الانحياز دي قوي. الانحياز بقى الفكرة لرأي لفريق
لقبيلة لأي حاجة، بس أنا بنحاز لفريق دون غيره. طب التطرف معناه البعد عن الوسطية. طيب الانحياز أو التطرف هنا بيحصل في مجتمعنا، اللي هو زي التطرف الديني أو التطرف القروي الرياضي والكلام ده كله. معناها إيه؟ إن أنا ببقى بحب محمد صلاح وبس، تجيب لي أي لعيب تاني أقعد أخانق فيك. أنا بتبع مثلا المذهب بتاعي مذهب شافعي، بس أي حد تاني أموته، أنا مش عارف إيه وهكذا. يبقى أنا النهاردة ما بفكرش. ليه؟ لأن أنا منحاز أو متطرف لفكرة معينة. وضحت؟ وضحت؟ طيب، فبيقول لي هنا كده: هي الانحياز لفكرة واحدة دون سواها، دون غيرها. والتطرف هو المغالاة. يعني إيه المغالاة؟ يعني المبالغة زيادة عن اللزوم، الأفورة، المغالاة في تقدير المواقف أو الأفكار. وأخطر أنواع التعصب والتطرف هو التطرف أو التعصب الديني. لحد كده الدنيا تمام؟ الدنيا تمام؟ على فكرة الدين بتاعنا ما فيهوش تطرف، الدين الإسلامي هو دين الوسطية في كل شيء، عشان بس محدش يلعب بدماغك. طيب دي كده العوامل الذاتية اللي هي متعلقة بيا أنا يا عشري. طب أنت قلت لي في عوامل تانية خارجية، أقول لك آه. إيه هي العوامل الخارجية؟ قال لي رقم واحد عدم الدقة في استخدام اللغة، اتنين نقص المعلومات، تلاتة السلطة والهيمنة، أربعة صعوبة المشكلة. وخلي بالك وركز معايا قوي ما بين نقص المعلومات وما بين صعوبة المشكلة، تمام؟ طيب عدم الدقة في استخدام اللغة هيجيلك في الجملة بتاعت السؤال ألفاظ مش واضحة أو ألفاظ لها معاني متعددة. الألفاظ اللي ليها معاني متعددة أو ألفاظ ملهاش معنى أصلا، زي مثلا لفظ الغوغاء أو العنقاء أو الغول، دي العنقاء والغول دي حاجات أسطورية مش موجودة. طيب فكده أنا ممكن أتخيلها بطريقة وأنت تتخيلها بطريقة وغيرنا يتخيلها بطريقة، فكده هيبقى فيه خطأ في التفكير. يبقى عندي هنا كده حاجة اسمها إيه؟ ألفاظ ملهاش معنى. اتنين ألفاظ لها معاني متعددة. زي إيه المعاني المتعددة؟ زي كلمة أسد، كلمة أسد ليه أسماء كتيرة، الأسد، الأسد وأسامة وغضنفر وهو إلى آخره، السيف، السيف والحسام وهكذا، فليها أسماء كتيرة بتطلق كلها على نفس الشيء. طب لو قلت الواحد مثلا أنا قاعد أنا وأنت كده هوت وفي أسد جاي علينا، فبقول له إيه؟ حسام جاي. هيقول لي أهلا وسهلا، خليه يتفضل. إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ لو قلت له أسامة جاي، آسف، أسامة جاي، أسامة ده اسم من أسماء الأسد. أقول لك إيه؟ ولا بص اضربك بالحسام. ايه الحسام هو عبيط ده ولا ايه اللي اضربك بالحسام؟ او مش فاهم ان ده هضربك بالسيف. فهنا وقع في اخطاء التفكير بسبب الايه؟ بسبب اللغه ومفردات اللغه. فبيقول لي هنا كده: اللغه هي اداه الانسان للتعبير عن تفكيره، واحيانا او اللغه احيانا تكون غير دقيقه، فتوقع الانسان في خطا التفكير، وهناك الفاظ لها اكثر من معنى، زي كلمه جبن بمعنى الجبن الذي يؤكل والخوف الشديد. يبقى الكلمات اللي ملهاش معنى او الكلمات اللي ليها معاني متعددة بتجيني تحت كلمة عدم الدقة في استخدام اللغة. اتنين كلمة نقص المعلومات، ونقص المعلومات معناها ان انت بتاخد جزء من المعلومات وتفكر من خلاله، انت مش شايف الصورة كاملة، مش شايف الصورة كاملة. طيب تعالى نربط ما بين الاتنين. نقص المعلومات انت ربنا كرمك كده هوت ودخلت علمي، وبعد كده بعد 3 سنين بقيت طالب في كلية الطب. دخلت كلية الطب وانت في سنة أولى ولقيت واحد جاي يقول لك والله يا دكتور أنا معدتي تعبانة، والله يا دكتور أنا بحس دايما بصداع في الحتة دي، والله يا دكتور أنا قلبي مجروح وعايز قلب لا دب ولا حب ولا اشتكى ولا دب في حرمان، وكل الكلام والقصص دي. يا عم أنت أنا لسه في سنة أولى يا عم، أنا لسه بتعرف على أسماء المواد. يبقى أنت النهاردة هنا تقدر تحل المشكلة؟ لا. ليه؟ عشان عندك نقص في معلوماتك الطبية. طيب بعد 7 سنين سيادتك اتخرجت، بقى عندك كل المعلومات، بس ما تقدرش تخش تعمل عملية جراحية دقيقة أو خطيرة في المخ في القلب إلى آخره. ليه؟ لأن المشكلة هنا صعبة، مش إن أنت ما عندكش معلومات عنها، أنت عندك المعلومات بس ما تقدرش تنفذ دلوقتي، محتاج فترة تدريب. حلو؟ يبقى نقص المعلومات معناها إيه؟ بيقول لي نقص المعلومات تمنع الإنسان من الوصول إلى التفكير السليم في المشكلات اللي بتواجهه، فالإنسان تقابله مشكلات تتحدى معلوماته. من الاخر كده بقول لك يعني ما عندوش معلومات كفايه عنها فيقع في الخطا اثناء التفكير. انا ما عنديش معلومات كافيه عن منهج اولى ثانوي بتاع الثانويه العامه، ايه اللي هيحصل؟ مش هعرف اشرح لك، ولو جيت اشرح هتلاقي في اسئله كتيره يا اما بحلها غلط يا اما ما بحلهاش، لان انا ما عنديش معلومه عنها. فانا وقعت في خطا من اخطاء التفكير، وبقول لك انا مستر مصر الاول على راي مكي. طيب
ثلاثة السلطنة والهيمنة. الهيمنة معناها إيه؟ معناها إن أنا ليا سلطة عليك، والسلطة يا إما سلطة رسمية يا إما سلطة فكرية. زي إيه؟ الأب والأم ليهم سلطة عليك، هيقدروا إن هم ينفذوا قراراتهم حتى لو ضد رغباتك. بتروح كده وأنت صغير زي الفل، تروح ماما تشتري لك جاكيت، وأنت مثلا في سنة تانية ابتدائي تالتة ابتدائي، بالصلاة على النبي بتفضل تلبس فيه لغاية ما توصل لستة. ازاي بتلبس فيه 6 سنين وهو على مقاسك؟ ما تعرفش. هي بتجيبه لك وايه؟ يا ماما ده طويل عليا. تقول لك لا لا، ما انت جسمك هيفرد. يا ماما مش عاجبني لونه. لا لا يا حبيبي ده خامته نظيفه. يبقى هنا جابت لك الجاكيت بالعافيه. ليه؟ هي مسيطره ومهيمنه عليك. الجماعات الارهابيه المتطرفه بيكون فيها حد اسمه امير الجماعه، هو اللي بيفرض سيطرته على كل اللي موجودين، ما بيفكروش اصلا، هم بينفذوا اوامره بدون تفكير. طالما بنفذ الاوامر بدون تفكير عن طريق القهر او عن طريق السيطره، على طول يبقى هيمنه وايه؟ وسيطره. فبيقول لي فيها ان الهيمنه تتمثل في تقبل راي شخص له نفوذ دون مناقشه، زي ما حصل مع أفكار أرسطو والتي انتشرت في أوروبا وهيمنت على كل العقول لدرجة أن شخص خالفها فقتلوه أتباع أرسطو. قتلوه عشان هو بيخالف أرسطو بس. النقطة الأخيرة اللي معايا في الجزء الأول من فيديو النهاردة بنقول فيها صعوبة المشكلة. المشكلة الصعبة هي التي تفوق مستوانا العقلي والمعرفي. فطالب الابتدائية ما يقدرش يحل مسألة رياضة مكررة على طلاب إعدادي. ليه؟ المشكلة بالنسبة له صعبة. طالب اللي لسه متخرج من كلية الطب ما يقدرش يخش عملية جراحية دقيقة، المشكلة بالنسبة له صعبة بتفوق قدراته في الوقت الحالي. لحد كده بالنسبة لك الدنيا واضحة؟ سهلة وبسيطة؟ جميل قوي. هنخش بقى على المفرمة اللي بجد. النهاردة كده أنا رجعت لك على المنهج، على الموضوع الأول بالكامل بطريقة سريعة. هنبدأ نحل أسئلة، وعايزك في الأسئلة تبقى ماسك معايا ورقة وقلم علشان خاطر تعلم على نقط معينة، بحيث إن أنت لما تخش تحل بنك الأسئلة أو تحل أي كتاب خارجي أو أي سؤال تشوفه في أي حتة يبقى بالنسبة لك الحل سهل، لأن أنت عارف الفكرة. طيب للأمانة الامتحان مش هيخرج عن الأسئلة دي، وللأمانة مش هيجي لك ولا كلمة من الأسئلة دي. يعني إيه الكلام ده؟ إيه اللي تلاقي فينا؟ أنا هديك كل الأفكار اللي هتيجي في الامتحان، بس مش هديك كل الأسئلة. بمعنى إن أنا هقول لك السؤال هيجي بنفس الفكرة، بس مش بنفس الصيغة بتاعت السؤال. فأنا عايزك النهاردة تفهم معايا فكرة السؤال، مش تحفظ النص بتاعه، لأن إحنا بنفسنا كمدرسين مش حافظين نصوص الأسئلة. أسئلة كتيرة وكل سنة بتتجدد. فيلا بينا كده نتوكل على الله. عايزك تمسك الملزمة. ليه؟ لان انا غالبا مش هحل معاك على السبوره هنا، لان انا نص الكلام ما ببقاش شايفه. فهمسك الموبايل وهشتغل معاك من الموبايل واقول لك تعلم على انهي نقطه بالظبط. وضحت؟ طيب ابدا مع بعض كده ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا عم الناس، السؤال الأول عندك بيقول بسم الله: عد العلماء التنجيم من السحر وهو محرم بالأدلة من القرآن والسنة، لأنه قائم على الاعتقاد بتأثير القوى السماوية على القوى الأرضية مثل الطلاسم ونحوها، ورغم ذلك هناك الكثير يعتقدون العكس. في المقولة تدعو لعدم. عدم إيه؟ عدم تغليب العاطفة على العقل، ولا عدم التسرع في إصدار الأحكام، ولا عدم التعصب والتطرف، ولا عدم القابلية للاستهواء. يعني أنا بقولك إن التنجيم، علم التنجيم اللي بينجم، اللي هو بيقولك إيه مثلا، تيجي تقول له إيه، يشوفك معدي كده، أنت جمعة؟ آه. طب خد بالك بقى من المشوار اللي أنت رايحه عشان الناس ما بتحبكش هناك. طب خد بالك من اللي عامل نفسه حبيبك وهو من جواه بيحضر لك إيه أكبر مقلب. طب خد بالك عشان وانت ماشي النهاردة تليفونك هيقع. طب خد بالك وانت ماشي النهاردة عشان هتلاقي حاجة حلوة في الطريق خدها وانت معدي. يبقى ده اسمه تنجيم. العلماء عدوا ان ده من ايه؟ نوع من انواع السحر، زيه زي الطلاسم. طب السحر والطلاسم والحاجات دي حاجات كلها واقعية ولا حاجات في عالم ما وراء الطبيعة؟ يعني أنا النهاردة لما بروح لواحد يقول لي عندك سحر، بيقولوا بناء على ايه؟ ان انا عملت له تحاليل وأشعة؟ لا، ما عملتلوش تحاليل وأشعة. يبقى بيقولوا بحاجات مش ملموسة، صح؟ طيب يبقى الإجابة إيه؟ تغليب العاطفة، ولا التسرع في إصدار الحكم، ولا التعصب والتطرف، ولا القابلية للاستهواء؟ آه، إن أنا لما أمشي ورا منجم أو أمشي ورا ساحر بدون ما أفكر يبقى أنا بعمل حاجة اسمها إيه؟ قابلية للاستهواء. يبقى الإجابة معاك دال. السؤال اللي بعد كده معانا
هعلمك على الإجابة هنا على طول. ماشي. السؤال اللي بعد كده معانا بيقول: قام أحد مديري الشركات الكبرى بوقف رواتب الموظفين شهر كامل دون إبداء أي أسباب، ولم يعطي فرصة لأحد لمناقشته. تجسد العبارة أحد عوامل الوقوع في أخطاء التفكير، وهو عدم الدقة في استخدام اللغة، ولا نقص المعلومات، ولا صعوبة المشكلة، ولا الهيمنة والسيطرة. أنا عندي مدير شركة وعندي موظفين، مين صاحب السلطة؟ مدير الشركة. عمل إيه؟ فصل أو إدى مكافآت أو خصم مرتبات أو فصل مجموعة من الناس، ومحدش قادر يتكلم معاه. معنى كده هو مسيطر عليهم ولا مش مسيطر؟ مسيطر عليهم، لأن السيطرة والهيمنة معناها إن أنت هتتبع تعليمات شخص بدون مناقشته. فهنا بقول لك هو عمل كده بدون مناقشة من فريق العمل بتاعه، يبقى هنا هختار إيه؟ ها، برافو عليك، الهيمنة والسيطرة. واضحة كده بالنسبة لك؟ حلو. عايزك بقى هنا تعلم لي على حاجة. ادي مدير وادي موظف، حط لي دايره عليهم، والاهم من كده ولم يعطي فرصه لاحد لمناقشته، ما ادهمش فرصه للمناقشه. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: عند سماعك لمقوله اكلت العرين وشربت الصمادح، تعجبت وتساءلت كيف ياكل الانسان عرين الاسد. يبقى كلمه عرين اللي انا اعرفه عرين الاسد، بس ليها معاني تانية. فبيقول لي هنا كده: يطبق الموقف أحد عوامل الوقوع في أخطاء التفكير، وهو تضاؤل معلومات الفرد، تجاوز المشكلة المرتبة الفكرية للفرد، الخضوع والامتثال للسلطة، وضع الكلمات في سياق غير صحيح. طيب أنا آسف، أنا قلت لك الاختيارات بتاعت السؤال اللي بعده. عندما سماعك يمثل أحد الموقف عامل الخطأ في التفكير، وهو عدم الدقة في استخدام اللغة، ولا نقص المعلومات، ولا صعوبة المشكلة، ولا اللجوء للسلطة. طب أنا النهاردة عندي، علم لي على كلمة العرين وعلى الصمادح. العرين والصمادح هنا إيه؟ كلمات ومصطلحات غريبة، يبقى على طول بختار إيه؟ عدم الدقة في استخدام اللغة، لأن كلمة عرين ليها أكتر من معنى. يلا معايا أهي، وادي علم لي على كلمة العرين والصمادح. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 4 بيقول: قرر أب غلق الإنترنت نهائيا بالمنزل على الرغم من معرفته أن التعليم أصبح إلكترونيا، يطبق الموقف أحد عوامل الوقوع في خطأ التفكير، وهو تضاؤل معلومات الفرد، تجاوز المشكلة المرتبة المرتبة الفكرية للفرد، الخضوع والامتثال للسلطة، وضع الكلمات في سياق غير صحيح. احذف لي باء ودال واختار ما بين ألف وجيم. كل الناس اللي هتختار جيم. برافو عليك، إجابة خاطئة. ليه يا مستر؟ ما هو أب وابن، وهو لغى عنه النت، قفله، يعني قوة، يعني سيطرة، يعني هيمنة. لأ، هنا ما جابليش أي حاجة تقول إن أنا عندي شخص بيفرض سيطرته على حد. هو هنا لما لغى النت برغم إن هو عارف إن في تعليم إلكتروني، يبقى هو عنده قصور في المعرفة. حلو، يعني مش متدارك حجم المشكلة، فعشان كده بقول تضاؤل معلومات الفرد. تضاؤل معلومات الفرد، ودي بتكون في فرق ما بينها وما بين السؤال رقم 2 اللي انا حليته لك، ان انا كان عندي مدير وكان عندي موظفين وما كانش فيه مناقشة، يعني كان فيه طرفين في الموضوع، اما هنا طرف واحد. السؤال بعد كده سؤال رقم 5 بيقول: استخلاص معنى مشترك بين عدة ظواهر يمثل اسلوب التفكير الايه؟ انهي اسلوب تفكير اللي بقدر اجيب منه سبب مشترك ما بين ظواهر متعدده؟ ظاهره برق، ظاهره رعد، ظاهره كذا. عندي مثلا ظاهره بطاله، ظاهره طلاق، ظاهره عنوسه، وبقعد افكر علشان خاطر اجيب سبب مشترك. اللي بيربط الاشياء بالاسباب المباشره بيكون مين؟ الاسلوب الايه؟ الاسلوب العلمي ولا الابداعي ولا الفلسفي ولا الديني؟ تعال ناخدها من دال. الديني، لا مش تديني حاجة، الاسلوب الديني. الاسلوب الديني بيربط الحاجات بايه؟ بقدرة الله عز وجل. طب الفلسفي بيربط مجموعة ظواهر او الظاهرة واحدة وعلاقتها بالظواهر التانية، مش بيتكلم عن سبب مباشر. تلاتة، الابداع اللي هي باء، والابداع معناه انه بيجيب فكرة برة الصندوق، اما هنا بيقول لك انا بعرف السبب المشترك. يبقى على طول الاسلوب الايه؟ الاسلوب العلمي. علم لي عليها وعلم لي على كلمة معنى مشترك، واكتب لي فوقيها كده سبب مباشر. اكتب لي فوقيها ايه؟ سبب مباشر او علة مباشرة او علة قريبة. وضحت؟ السؤال بعد كده سؤال رقم 6 بيقول: من اخلاق الجاهل الاجابة قبل ان يسمع والمعارضة قبل ان يفهم. برضو الاسئلة معاك هنا ايه؟
انا بحاول اعرضها لك على الشاشه وبعرضها لك هنا. بيقول لي من اخلاق الجاهل الاجابه قبل ان يسمع والمعارضه قبل ان يفهم. بجاوب قبل ما اسمع، حلو، وبعرضك من قبل ما افهم الموضوع. معنى كده ان انا ايه؟ ها، برد بسرعه، صح؟ طيب نستنتج مما سبق احد عوامل الوقوع في اخطاء التفكير، وهو تغليب العاطفه على العقل، ولا التصرف في اصدار الاحكام، ولا التعصب والتطرف، ولا القابليه للاستهواء. لا، ده انا قبل ما بسمعك رحت رادد، يبقى على طول ايه؟ التسرع في اصدار الاحكام، حلو. وحط لي دايره على واحده منهم، مثلا الاجابه قبل ان يسمع، حط لي عليها دايره، حط لي عليها دايره. يبقى انت بتعمل حاجه، بتجاوب قبل ما تسمع السؤال نفسه، يبقى معنى كده ان انت تسرعت. سؤال رقم 7 بيقول المحب يرى الحياة الزوجية مع محبوبته كما يتمنى أن تكون، فيصورها لنفسه على أنها مفروشة بالورود وترفرف عليها البهجة والسعادة، متغافلا عن الواقع والمسؤولية. هو أكيد راجل مغفل، بس احنا مش هنخش في التفاصيل دي دلوقتي، ماشي؟ فانت سيادتك كده وانت قاعد في احلام اليقظة وعمال بتسبل مش عارف مين ومقنتم مع مين وبتتابع الاستوريات بتاعت مين، ما تفتكرش ان العالم وردي يا بابا. ارسم مستقبلك وبعد كده ارسم صورتها في خيالك. يقول لك يطبق الموقف السابق احد عوامل الوقوع في اخطاء التفكير، وهو المتمثل فيه ميل الفرد وتأثيره بافكار الاخرين، تقبل رأي شخص له نفوذ، الاسراف والانحياز نحو فكرة معينة، الانسياق وراء المشاعر. بص يا حبيب قلب اخوك، هنا بقول لك المحب طالما في محبة يبقى في شعور، الشعور بالمحبة، الشعور بالكراهية، الشعور بالتعصب، الشعور بالحقد، أي شعور وأي مشاعر على طول فيه تغليب عاطفة، فبتيجي على رقم د اللي هو الانسياق وراء المشاعر. سؤال رقم 8 بيقول عندما يجبر أب ابنه على الزواج، معانا هنا على الشاشة، عندما يجبر أب ابنه على الزواج من فتاة لا يرغبها وإلا سيحرمه من الميراث ولن يدخل البيت مرة أخرى. يعني يا إما تتجوز بنت خالك أو بنت عمك عشان الورث ما يطلعش لحد غريب، يا إما هحرمك من الميراث وأطردك من البيت. فسيادتك عملت إيه؟ رحت اتجوزتها. إيه اللي حصل هنا؟ نفس اللي حصل في السؤال التاني. بص يا نجم هتعلم لي برضه، أدي هنا هو أب ودي ابن، عمل له إجبار على حاجة اللي هي الزواج، حلو. يبقى هنا بيقول لي ما فعله الاب يمثل احد عوامل الوقوع في اخطاء التفكير، وهي ايه؟ كان مسيطر عليه، الهيمنه والسيطره. وضحت؟ وضحت. يبقى انت هنا كده اهو علم لي على الجزء ده عندك في الكتاب، تمام. خش بعد كده على السؤال اللي بعد. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 9 بيقول عندما يعطيك معلم اللغه الانجليزيه 100 كلمه لتحفظها لكي تستطيع ان تحل قطعه الترجمه في الامتحان وحصلت على درجات منخفضة، وذلك حدث بسبب ايه؟ السبب اللي خلاك تجيب درجات منخفضة في اللغة الانجليزية؟ قال لي عدم الدقة في استخدام اللغة، ولا نقص المعلومات، ولا صعوبة المشكلة، ولا الهيمنة والسيطرة. انا عندي مدرس وعندي طالب، لا هنا مفيش سيطرة وهيمنة لان هو ما اجبروش على حاجة معينة، فطرت الهيمنة والسيطرة. طيب وعندي عدم الدقة في استخدام اللغة، مفيش عندي مصطلحات غريبة فطارت، فبقى عندي معلومتين، نقص المعلومات او صعوبة المشكلة اللي هي باء وجيم، اختار انهي واحدة؟ انت النهاردة بالنسبة لك كان فيه صعوبة في حفظهم؟ قال لا، وانما ايه؟ انا حفظت جزء بسيط فبقى عندي نقص في المعلومات. انا حفظت 20 كلمة من المية فمعرفتش اجاوب في الامتحان، 30 كلمة من المية معرفتش اجاوب في الامتحان، ليه؟ لان انا عندي نقص فين؟ في المعلومات. فهتبقى الاجابة باء اهي. سؤال بعد كده سؤال رقم 10 بيقول يقول روسو كل شيء حسن خارج من ايدي خالق الاشياء، وكل شيء يضمن حال يبين ايدي الانسان. طيب تعبر المقولة السابقة عن اسلوب تفكير ايه؟ بيقول لك كل شيء حلو هو خارج من ايدين خالق الاشياء، يعني اي حاجة حلوة في الكون جاية، يعني زي ايه؟ زي الآية في القرآن كده ان كل شيء خلقناه بقدر، والآية اللي هو قد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ربنا سبحانه وتعالى خرج كل انسان في افضل صورة ليه. طيب ده معناه ايه؟ ان انا ممكن لو جيت اصنع حاجة يطلع فيها عيب، اما الحاجات اللي هي من صنع الله سبحانه وتعالى ما فيهاش عيب، تمام. يبقى هنا بيربط لي بانهي اسلوب، الاسلوب العلمي ولا الابداعي ولا الفلسفي ولا الديني؟ طالما قال لي الخالق خالق الاشياء يبقى على طول بتبقى الاسلوب الديني، تمام. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 11 يعاني المجتمع من هذا النوع من الخطأ
نتيجة لغرس بعض الأهالي مجموعة من المعتقدات والأفكار الخاطئة في عقول أطفالهم فينشؤون متمسكين بها دون سواها. يناقش ما سبق أحد العوامل الذاتية للوقوع في خطأ التفكير. العوامل الذاتية كانت عبارة عن إيه؟ ها؟ حاجات عندنا زي التسرع في إصدار الأحكام، برافو، زي القابلية للاستهواء، زي التعصب والتطرف، دي حاجات إيه؟ مشكلة عندي أنا شخصية. فبقول لي هنا كده بيعاني المجتمع من هذا النوع من الخطأ نتيجة لغرس بعض الأهالي مجموعة من المعتقدات والأفكار الخاطئة. حطي لي دايرة تحت كلمة مجموعة من المعتقدات والأفكار الخاطئة. أنا عندي فكرة أو معتقد خاطئ هو اللي بيحركني، يبقى معنى كده إن أنا وقعت في خطأ إيه؟ ألف، تغليب العاطفة على العقل، باء، تسرع في إصدار الحكم، ثلاثة، تعصب والتطرف، أربعة، القابلية للاستهواء. أنا عندي فكرة ومعتقد، يبقى إيه؟ ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ كل اللي جاوب ألف مش إجابة صحيحة، كل اللي جاوب دال مش إجابة صحيحة، فالاختلاف عندي ما بين باء وجيم. كل اللي قال الإجابة بتاعته هي جيم أحب أقول له برافو عليك، إجابة صحيحة. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 12 بيقول ينبغي على كل شخص أن يعرف معاني الألفاظ ودلالتها بشكل أعمق حتى يتسنى له الحكم على أي موقف بشكل صحيح. طالما بيقول لي هنا كده الألفاظ، معاني الألفاظ ودلالتها، على طول طالما قال لي معاني الألفاظ ودلالتها بختار الإجابة رقم ألف وهي عدم الدقة في استخدام اللغة. سؤال رقم 13 بيقول قام أحد المعلمين بالإعلان عن مسابقة في مادة الفيزياء. بعد أن تقدم الطلاب للمسابقة وجد أحد الطلاب في الصف الأول الثانوي نفسه في مواجهة طالب آخر في الصف الثالث الثانوي، واحد في سنة أولى وواحد في سنة ثالثة عندهم مسائل فيزياء. حلو، يبقى هنا هتبقى إيه؟ نقص المعلومات ولا صعوبة المشكلة؟ طالما حاجات تفوق قدراتك على طول إنها تكون إيه؟ برافو عليك، صعوبة المشكلة. حلو، يبقى النهاردة هختار عدم الدقة في استخدام اللغة ولا نقص المعلومات ولا صعوبة المشكلة ولا هيمنة وسيطرة، هختار جيم، صعوبة المشكلة على طول. لا دي مش هنا، دي عدم الدقة في استخدام اللغة، ورقم 13 هي صعوبة المشكلة. ودي بسبب ايه؟ ان انا عندي طالب في الصف الاول الثانوي حط لي دايرة عليها، والتاني في الصف الثالث الثانوي، والاتنين كانوا فين؟ في مسابقة واحدة، فالمسابقة ما ينفعش تبقى بالطرفين غير متكافئتين. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول عندما يرجع احد الاشخاص عدم زواجه ابنته بان هناك احد الجيران كان بعمل سحر لها. انا بنتي ما بتتجوزش عشان في واحد من الجيران عمل لها سحر، يبقى انا بفكر باسلوب ديني ولا اسلوب علمي ولا اسلوب خرافي ولا اسلوب فلسفي؟ قال لي هنا الاسلوب ايه؟ علمي، خرافي، فلسفي، ديني. ها النهارده بيتكلم عن السحر، السحر والشعوذه والحاجات اللي قلت لك ما وراء الطبيعه دايما كلها بتبقى حاجات مالها خرافيه. طيب عشان ما نتلخبطش، تعد المقولة من أطاع عصاك فقد عصاك. عند سماعك لهذه المقولة تجد أن نفس الكلمة مكررة بمعنى مختلف، فإن هذه العبارة تمثل إيه؟ عدم الدقة في استخدام اللغة، لأن كلمة عصاك الأولى بمعنى العصا، فقد عصاك الثانية بمعنى العصيان، عدم اتباع الأوامر. تمام؟ سؤال 15 اللي هو بيقول لك لما برجع أي حاجة لعمل سحر على طول بيبقى أسلوب إيه؟ أسلوب خرافي. السؤال بعد كده سؤال رقم 16 بيقول يقول مايكل كولينز، طبعا الاسماء اللي هتجيلك هتبقى صعبه شويه في النطق، مالكش دعوه بيها لان انا مش مهتم بيها اصلا. تمام، هي مش هتسبب لي اي نوع من العوائق الا لو كان الاسم ده جوه المنهج. طالما الاسم اللي بيجيلك بره المنهج ما تشغلش بالك بحفظه اصلا ولا تشغل بالك بيه ولا تقراه. قال لي كل اراده لا تتغلب على المشاعر تنهار وتفشل. تدعو المقولة إلى تجنب أحد عوامل الوقوع في أخطاء التفكير وهو تغليب العاطفة على العقل ولا التصرف في إصدار الأحكام ولا التعصب والتطرف ولا القابلية والاستهواء. كل إرادة، عندي إرادة ما بتقدرش تتغلب على المشاعر هتنهار وتفشل، يبقى معنى كده إن أنا لو فكرت بالعواطف هنهار وهفشل. حلو، يبقى ده اسمه تغليب الإيه؟ تغليب العاطفة على العقل. سؤال رقم 17 بيقول تصديق الأخطاء كونها تأتي من أشخاص لهم مكانتهم في المجتمع. تجسد المقول أحد عوامل الوقوع في أخطاء التفكير وهي عدم الدقة في استخدام اللغة، نقص المعلومات، صعوبة المشكلة، الهيمنة والسيطرة. إن أنا بصدق الشيء الخاطئ مجرد إن الشخص ده ليه مكانة معينة في المجتمع، يبقى أنا كده بصدق واحد من غير نقد، من غير دليل، يبقى على طول الهيمنة والإيه؟ الهيمنة والسيطرة.
السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 18 بيقول لي أخطأ طبيب في علاج المريض. بص احنا يعني هنقف شوية ونقعد شوية، نقف شوية ونقعد شوية، يعني معذرة بقى في موضوع الجلسة ده، أنا بقرأ من التليفون وأنا قاعد علشان بس مشكلة ما. طيب، أخطأ طبيب في علاج مريض لأنه لم يسع لمعرفة طبيعة المرض ولم يطلب منه أي أشعة أو تحليل، يمكن تصويب الخطأ الذي وقع فيه الطبيب من خلال تجنب الاستهواء، وفرة ودقة المعلومات، عدم تغليب العاطفة على العقل، الدقة في استخدام اللغة. في عندي لغة؟ لا، طارت. في عندي تفكير بالعاطفة؟ لا، طارت. يبقى عندي اتنين، تجنب الاستهواء ووفرة ودقة المعلومات. هو هنا المريض شخص غلط بسبب ايه؟ لانه ما طلبش اشعة وتحاليل، ما طلبش اشعة ولا تحاليل. طالما ما طلبش ولا اشعة ولا تحاليل يبقى عنده ايه؟ كان عنده عدم وفرة ودقة في المعلومات، ما عندوش المعلومات الكافية. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول، المثل الالماني بيقول يقلل الناس من قيمة ما لا يفهمونه، اي حاجة انا مش فاهمها بقلل من قيمتها. طيب يعكس المثال السابق احد العوامل الوقوع في اخطاء التفكير، وهو كلمة يعكس مش عكس، كلمة يعكس مش عكس، عشان زمايلكم الطلاب ساعات بيقعوا في الحتة دي، اللي هو انت لو النهاردة بصيت في المراية ولابس حاجة معينة بتشوف صورتك انت، بتعكس الصورة بتاعتك، مش بتشوف واحد عكسك، واحد مختلف عنك، تمام؟ يبقى كلمة يعكس بمعنى ان هي بتبين حقيقة الشيء، تمام؟ يبقى بيعكس المثال السابق احد عوامل الوقوع في اخطاء التفكير، وهو عدم الدقه في استخدام اللغه، القابليه للاستهواء، صعوبه المشكله، الهيمنه والسيطره. الناس بتقلل قيمه الشيء اللي مش فاهمينه. حلو، يبقى ده هنا هيبقى هيمنه وسيطره؟ لا. طيب هيبقى القابليه للاستهواء؟ لا. طب عدم الدقه في استخدام اللغه لصعوبه المشكله؟ صعوبه المشكله، المشكله صعبه بالنسبه له. ليه؟ لان هو مش فاهمها. السؤال بعد كده سؤال رقم 20 بيقول الشخص الذي ينظر إلى المألوف بطريقة غير مألوفة عن الآخرين يستخدم أسلوب تفكير إيه؟ علمي ولا إبداعي ولا فلسفي ولا ديني؟ هو بيبص للشيء بطريقة غيره مش بص لها. يبقى أنا عندي اتنين، مين هما؟ الفلسفي والإبداعي، فهطير الأسلوب العلمي وهطير الأسلوب الديني. حلو؟ الشخص الذي ينظر إلى المألوف بطريقة غير مألوفة عن الآخرين، اسلوب ابداعي او اسلوب فلسفي. الاقرب للموضوع هو الاسلوب الابداعي لانه عمل الشيء المألوف بطريقه غير مألوفه، فبختار الاجابه باء. السؤال بعد كده سؤال رقم 21 بيقول على الرغم من وجود ذره من الحقيقه في كل اشاعه الا انني وجدت ان القيلوله الأسوأ تبدا عاده بالاقاويل المزيفه التي نتقبلها بسهوله. يشير ذلك الى احد عوامل الوقوع في اخطاء التفكير، وهو تأثير ومير الفرد لآراء الآخرين، التعجل في اتخاذ القرارات، تغليب العاطفة على الفكر، الغلو والإسراف نحو فكرة معينة. بيقول لك النهاردة واحدة واحدة بس في الكلام ده عشان السؤال لغويا ممكن يبقى مش مفهوم بالنسبة لك. بيقول لي على الرغم من وجود ذرة من الحقيقة في كل إشاعة، أي إشاعة كبيرة بتطلع بيبقى فيها ذرة بسيطة من الحقيقة، فواحد بياخد جزء من الحقيقة دي ويبني عليه الإشاعة كاملة. إلا أنني وجدت أن القيلولة الأسوأ تبدأ عادة بالأقاويل المزيفة التي ننتقلها بسهولة. معنى كده أن أنا خدت كلمة منك ورحت بعتها فانتشرت، فدقلها فانتشرت، فدقلها لده ودقلها لده ودقلها لده فانتشرت بكتير قوي. فبقول لي ذلك يشير ذلك إلى أحد عوامل الوقوع في أخطاء التفكير، وهو أنهي خطر؟ تأثير وميل الأفراد للآخرين ولا تغليب العاطفة على الفكر ولا التعجل في اتخاذ القرارات ولا الغلو والإسراف نحو فكرة معينة؟ الغلو والإسراف نحو فكرة معينة معناه تعصب وتطرف، وهنا مفيش تعصب وتطرف. تصرف في إصدار الأحكام، هنا مفيش قرار خدته بسرعة فطارد. تغليب العاطفة على الفكر أو تأثر وميل الأفراد لآراء الآخرين، هنا مش أنا مشيت ورا ناس؟ طالما مشيت ورا ناس يبقى الإجابة إيه؟ ألف. برافو عليك. السؤال بعد كده سؤال رقم 22 بيقول هذا لا يعني أن الهروب هو الحل لكل شيء، مهما ابتعدت فلن تحل المسافات شيء، مهما بعدت عن الموضوع مش هيحل شيء. تجسد المقولة أحد العوامل الموضوعية، وهي عدم الدقة في استخدام اللغة، نقص المعلومات، صعوبة المشكلة، الهيمنة والسيطرة. هو بيقول لك ده لا يعني أن الهروب هو الحل، عندي مشكلة فهربت منها. فبقول لي إن هو ده مش الحل لكل الأشياء، فمهما ابتعدت فلن تحل المسافات شيء. انا النهارده سافرت من القاهره للجيزه، من الجيزه لاسكندريه، من اسكندريه لاسوان، المسافات ما حلتش الموضوع. يبقى معنى كده عدم الدقه في استخدام اللغه ولا نقص المعلومات ولا صعوبه المشكله ولا الهيمنه والسيطره؟ البعد انا ما حلتش مشكله فيه. طيب انا هطير الهيمنه والسيطره وهطير عدم الدقه في استخدام اللغه، فبقى عندي نقص المعلومات وعندي صعوبه المشكله. المشكله لما انا هربت منها معنى كده ان انا ايه؟ السؤال بعد كده السؤال رقم 24 بيقول يقول جو جيردير، مالكش دعوه بالاسماء،
هناك من يستطيع أن يبيع للعميل الذي لم تستطيع أنت البيع له، ولذلك تلزم الكثير من المؤسسات التجارية البائع الذي يعمل لديها بإحالة العميل إلى شخص آخر داخل مكان العمل ذاته قبل أن يتركه ويغادر. تشير المقولة أن البائع الذي لم يستطيع البيع قد وقع في أحد أخطاء التفكير الموضوعية، وهي عدم الدقة في استخدام اللغة أو زيادة المعلومات أو صعوبة المشكلة أو الهيمنة والسيطرة. أنا النهاردة قاعد في محل بشتغل مثلا في شركة من الشركات بتاعت بيع الموبايلات، وجالي عميل حاولت أبيع له حاجة ما عرفتش، فالشركات أو مديري في الشركة بيقول لو أنت ما عرفتش تبيع له قبل ما يمشي ويسيب المحل اللي أنت فيه حاول تبعت تقول له إيه، طب أنا هجيب لك المدير بتاعي. حلو، طيب المدير هيفهمك أكتر وعنده معلومات أكتر. كل الكلام ده بيدل على إن أنا كان عندي زيادة في المعلومات؟ أكيد لأ. طيب كل المعلومات دي إن المشكلة كانت صعبة بالنسبة لي؟ ممكن، فمعايا ألف ومعايا جيم. طيب كان فيها هيمنة وسيطرة؟ لأ، فطيرت باء وطيرت دال، فبقى عندي عدم الدقة في استخدام اللغة أو صعوبة المشكلة. طيب صعوبة المشكلة معناها إيه؟ معناها إن أنا دخلت في منافسة مع حد فرق ما بيننا قدرات عالية، أو إن الموضوع ده أكبر من قدراتي وأكبر من إمكانياتي. طب البيع أكبر من قدراتك وإمكانياتك؟ لا، وإنما أنت عندك إيه؟ عدم دقة في استخدام اللغة. يبقى دي رقم 24، عدم الدقة في استخدام اللغة. فين هنا 24؟ إيه؟ آدي 24. سؤال رقم 25، السؤال بيقول تفكير المرء بطريقة مختلفة عن الطريقة العامة السائدة في محيطه أو مجتمعه بحيث تكون نافعة للمجتمع وأبنائه، تجسد العبارة أساليب التفكير إيه؟ أنا هفكر بطريقة مختلفة عن الطريقة العامة للناس. طالما فكرت أنا بطريقة مختلفة بعيد عن الناس يبقى تفكيري إيه؟ إبداعي. برافو عليك، يبقى الإجابة باء. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 26 بيقول استمعت إلى أحد الإعلانات بالإذاعة عن صدور جهاز ألعاب إلكترونية جديد فبادرت بشرائه دون تحري المعلومات عنه. علمني على كلمة دون تحري المعلومات عنه، ما تحرتش عنه وما سألتش عنه وقبلته على طول زي ما هو. يبقى هنا كان في صعوبة في المشكلة، ولا عدم الدقة في استخدام اللغة، ولا تعصب وتطرف، ولا القابلية للاستهواء. الإجابة الصحيحة والأدق هي القابلية للاستهواء، إن أنا رحت اشتريت حاجة من غير ما أسأل، قبلتها زي ما هي كده عليها. السؤال بعد كده سؤال رقم 27، والسؤال بيقول طالب بكلية طب الأسنان، طب خلينا في 26، القابلية للاستهواء. خش بعد كده على 27، طالب بكلية طب الأسنان في الفرقة الأولى طلب منه والده أن يقوم بعمل تركيبة له زرع أسنان فلم يستطيع أن ينفذ ما طلبه منه والده. يطبق الموقف في أحد العوامل الوقوع في أخطاء التفكير، وهو عدم الدقة في استخدام اللغة، نقص المعلومات، صعوبة المشكلة، الهيمنة والسيطرة. طالب في كلية طب أسنان لسه في سنة أولى، الطلب منه إن هو يعمل تركيبة أسنان، هل هو عنده المعلومات دي؟ لا، فيبقى يا إما عدم الدقة في استخدام اللغة طارت والهيمنة والسيطرة طارت، فبقى عندي يا إما نقص في المعلومات يا إما صعوبة مشكلة. الاتنين صح، وأنا هنا برجح صعوبة المشكلة أكتر من نقص المعلومات. ليه؟ لأن المشكلة هنا بتفوق قدراته، لأن هي مش مجرد معلومة، هو هيعمل خلطة، هيعمل تركيبة، مش مجرد معلومة موجودة عنده أو لأ. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 28 بيقول لو أن المرء ليس مسؤولا إلا عن أمور التي يعيها. دي مش مفروض بكانت، لكانت الحمقات جرأة، لكن الإنسان ملزم بالمعرفة والإنسان مسؤول عن جهله فالجهل خطيئته. تناقش المقولة أحد عوامل الخطاء التفكير، وهو تعصب والتطرف، نقص المعلومات، صعوبة المشكلة، التسرع في الحكم. تاني، لو أن المرء ليس مسؤولا إلا عن الأمور التي يعيها، أنا مش مسؤول غير عن الأمور اللي أنا عندي وعي بها بس، لكانت الحماقة جرأة، ولكن الإنسان ملزم بالمعرفة والإنسان مسؤول عن جهله فالجهل خطيئة. يبقى أنت لازم يكون عندك معرفة. طيب معنى كده أن أنت لو ما عندكش معرفة أنت وقعت في خطأ من أخطاء التفكير. تفتكر أنهي خطأ من الأربعة؟ تعصب التطرف، ولا نقص المعلومات، ولا صعوبة المشكلة، ولا التصرف في أصدار الحكم؟ طالما عندي ملزم بالمعرفة يبقى أنا عندي نقص فين؟ نقص في المعلومات. تمام؟ سؤال رقم 29 بيقول إن اللفظة الزائفة التي طال أمد استعمالها بين الناس حتى ظنوا أن لها معنى
تشبه بظرف مغلق ليس بداخله شيء، لكنه دار بين الناس مدة طويلة على زعم وهمي يعكس ما سبق أحد عوامل الوقوع في أخطاء التفكير، وهي تجاوز الصعوبة لقدرات الفرد الفكرية، وضع الكلمات في سياق غير صحيح، خضوع الفرد للسلطة، تضاؤل المعارف والمعلومات. احذف لي ألف ودال وقارن لي ما بين باء وجيم، وتعالى كده نفصص الكلمة مع بعض. إن اللفظة الزائفة، كلمة زائفة التي طال أمد استعمالها بين الناس، الناس بتستعملها كتير حتى ظنوا أن لها معنى، يعني من كتر ما الناس بتستعملها افتكروا أن هي ليها معنى. بقول لك هي بالظبط زيها زي الظرف اللي مقفول، وده بيديه لده وده بيديه لده، ظنا منهم أن هو ليه إيه، ليه قيمة. يبقى هنا طالما بيتكلم في اللفظة الزائفة، علم لي عليها اللفظة الزائفة، أقول له هنا كده يبقى وضع الكلمات في سياق غير صحيح، وضع الكلمات في سياق غير صحيح. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 30 بيقول: يدرك بعض الأشخاص الموهوبين العلاقات بين الأشياء المعتادة بشكل غير مألوف فيعيدون استخدامها أو تطويرها بأسلوب مبتكر. هتعلم لي على كلمتين شكل غير مألوف، وهتعلم لي على أسلوب مبتكر، لأن الاتنين دول من خصائص التفكير الإبداعي. وضحت؟ واضح يا زعيم؟ حلو، خش على السؤال اللي بعده. سؤال رقم 31 بيقول: لا شيء ينتقل أسرع من الضوء سوى الأخبار السيئة، فتلك لها قوانينها الخاصة، يجسد ذلك أحد عوامل الوقوع في أخطاء التفكير، وهو تغليب العاطفة على العقل، ولا التصرف في إصدار الأحكام، ولا التعصب والتطرف، ولا القابلية للاستهواء. أنا هنا اللي عندي إيه؟ ها؟ مفيش حاجة بتنتقل أسرع من الضوء إلا الأخبار السيئة. حلو، والناس بتصدق، يبقى أنا عندي هنا قابلية للإيه؟ قابلية للاستهواء. تمام؟ السؤال ده رقم 31. السؤال رقم 32. بسم الله. ده السؤال رقم 31. السؤال رقم 32 احنا علمناها قابلية للاستهواء. السؤال رقم 32 بيقول: كان الإغريق يعتقدون أن للشمس والكواكب نفوس أو أرواح، وهي التي تتحكم في حركتها. يبقى الشمس ليها روح هي اللي بتتحكم في حركتها. الكلام ده منطقي؟ لا. يبقى التفكير هنا تفكير إيه؟ تفكير خرافي. السؤال رقم 33 بيقول: يقول بلوتريخس: العقل ليس وعاء يحتاج إلى ملء، وإنما نار تحتاج إلى أن تقاد. يشير المثال السابق أو القول السابق إلى أحد خصائص التفكير الإنساني، وهي أنه إدراك للقوانين العامة للموجودات، ولا يدل على خصائص الشخصية، ولا يرتبط بالنشاط العملي، ولا يعبر عنه في شكل لفظي. بيقول لك إن العقل ده مش إناء أو وعاء محتاج يتملي، وإنما هي نار محتاجة إن أنت تشغلها. حلو، يبقى العقل هنا بالنسبة لي لما أجي أشغله هيفيد مين؟ هيفيدني. يبقى هنا منفعة إيه؟ يرتبط بالنشاط العملي للإنسان، لأن أنت بتقوم بحاجة، بتعمل حاجة، فغلم لي كده، وإنما نار تحتاج إلى أن تقاد. السؤال بعد كده سؤال رقم 24، والسؤال بيقول: أجرى جاليليو تجربة على مرأة ومسمع أساتذة الجامعة، وهو التجربة تخالف آراء أرسطو، ورغم ذلك كذب المشاهدين أعينهم، لأن أرسطو قال بعكس ذلك. نكتشف ان الموقف السابق خطأ من اخطاء التفكير. جاليليو عمل لهم تجربة عملية قدام عينيهم، ما صدقوش عينيهم. ليه؟ لان الكلام ده بيخالف كلام ارسطو. معنى ان هو بيخالف كلام ارسطو ان ارسطو كماله ليه سلطة فكرية عندهم. فين السلطة الفكرية هنا؟ اللي هي الهيمنة والسيطرة. تمام؟ اكتب لي هنا كده تخالف اراء ارسطو، واكتب لي تحتيها كده المشاهير، اكتب لي جنبيها المشاهير. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 35 بيقول: نرى أحيانا أحد القضاة في المحكمة يتنازل عن الحكم في قضية معينة تخص أحد الأقارب، حينما يسأل عن ذلك يقول: هذا استشعار بالحرج. هذا القول يجنبنا أحد الوقوع في أخطاء التفكير، وهو التعصب والتطرف، تغليب العاطفة، القابلية للاستهواء، التصرف في الحكم. افهم السؤال. كان عندنا رئيس اسمه محمد حسني مبارك، كان في اكتر من قاضي قال نفس الجملة، اللي هو اعتذر عن الحكم للاستشعار بالحرج. يعني النهاردة لو انا اخويا ابن عمي حبيبي صاحبي متهم في قضية، وانا القاضي اللي هصدر الحكم، فانا رفضت ان انا اصدر الحكم عليه، قلت للاستشعار بالحرج.
طيب انا رفضت ليه؟ طالما قال لي احد الاقارب يبقى النهارده في ما بيننا علاقه معينه. احد الاقارب، احد الاقارب ده ممكن يكون اب، اخ، عم، صديق، الى اخره. حلو. يبقى انا هنا لو جيت احكم، هحكم بالقانون ولا هحكم بالعلاقه اللي ما بيننا؟ بالعلاقه اللي ما بيننا. طب لو انا قلت استشعاري بالحرج، معنى كده ان انا انقصت نفسي بيجنبني احد عوامل الوقوع في الخطا، وهو تغليب العاطفه، ما يخلينيش اغلب عاطفتي على القانون. حد كده واضحه؟ فاهم السؤال؟ طيب نكمل مع بعض اسئله. السؤال بيقول، السؤال رقم 36 بيقول: لا تحكم على شخصيه شخص ما على اساس كلمات شخص اخر دون نقد. يعني يقول لك تعرف فلان؟ قال له اعرفه. قال له عشرته؟ قال له لا. قال له ما تعرفوش. حلو. يبقى لازم تعاشر الناس وتتاكد منهم، مش واحد يجي يقول لك مثلا ايه ده عادل ده مش كويس، خلاص يبقى هو عادل مش كويس. انت شفت عادل؟ انت في كلام على صحه كلامي؟ في ادله على صحه كلامي؟ يبقى ما تصدقش الكلام دون ضغط. يبقى هذا القول يجنبنا الوقوع في احد عوامل الداخليه للوقوع في اخطاء التفكير، وهو تعصب وتطرف، تغليب العاطفه القابليه للاستهواء، التسرع في الحكم. معنى ان انا بنيت وجهه نظري على وجهه نظر حد تاني من غير ما يكون معايا دليل، من غير ما يكون معايا دليل او نقد، دون دليل او نقد. طالما دون دليل او نقد يبقى على طول تسرع في الحكم. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 37، والسؤال بيقول: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. تجنبنا هذه المقولة أحد الوقوع في أخطاء المقولة الوقوع في خطأ التفكير، وهو تعصب التطرف، تغليب العاطفة القابلية للاستهواء، التصرف في الحكم. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يعني ما ينفعش أقول عليه متهم إلا لما يكون فيه دليل إدانة. طب لو قلت عليه متهم قبل ما اجيب دليل الادانه، معنى كده ان انا حكمت بدون دليل. الحكم بدون دليل معناه التسرع في الحكم. طيب السؤال اللي بعد كده، يا عيني على حلاوه وجمال 38 ده، بيقول لي: جميل ان نختلف بلباقه ونعتذر بتواضع. هذه دعوه الى عدم التعصب والتطرف، عدم القابليه للاستهواء، الهيمنه، عدم التسرع في اصدار الحكم. شيء جميل قوي ان احنا نختلف مع بعض، بس لما نختلف ما نشتمش بعض. حلو. ونعتذر بتواضع، مش هجي انا اسف يا عم خلاص، ما قلنا لك انا اسف بقى خلاص خلصنا، يبقى ده كده اسمه اعتذار؟ لا. طيب ده هنا بيبعدنا عن ايه؟ بيبعدنا عن عدم التسرع في اصدار الاحكام. مفيش سرعه في اصدار الاحكام. في حد بيسيطر على حد او بيهيمن عليه؟ لا. بيخلينا نقبل الحاجات دون نقد؟ قال لي لا. انما ايه؟ عدم التعصب والتطرف، لان التعصب والتطرف معناه الانحياز التام لفكره واحده، ومش هقبل افكار اي حد تاني. فمعنى ان احنا نختلف مع بعض بلباقه ونعتذر بتواضع ان احنا متقبلين بعض. السؤال بعد كده بيقول، يقول جون ستروين: ان لم تتحكم في عقلك فان شخص اخر سيفعل. تجسد العباره الاستخدام الخاطئ للغه، صعوبه المشكله، نقص المعلومات، السلطه والهيمنه. يعني لو انت ما اتحكمتش في عقلك هيجي واحد غيرك يتحكم فيك. بمعنى انت مش عارف تفكر بطريقه كويسه فجمعه هيفكر لك، يبقى جمعه اللي بيتحكم فيك. يبقى معنى كده ان في ايه؟ في سلطة وفي هيمنة. تمام؟ دي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 40 بيقول: نستطيع أن نتجنب أخطاء التفكير عن طريق إيه؟ هتجنب أخطاء التفكير عن طريق إن أنا أتبنى مهام تفوق قدرات العقل، أو قبول رأي شخص له نفوذ، أو تغليب العاطفة على العقل، أو التروي في إصدار الأحكام، علشان أتجنب خطأ من أخطاء التفكير. تبني مهام تفوق قدرات العقل، طب ما هي اكبر من قدراتي، يعني فيها صعوبه مشكله، فده خطا من اخطاء التفكير. طيب قبول راي شخص اخر له نفوذ، ما هو راي اخر له نفوذ انا هقبل رايه، معناها كده ان فيها هيمنه وسيطره، فانا وقعت في خطا من اخطاء التفكير. طيب تغليب العاطفه على العقل، ما انا لو غلبت العاطفه على العقل هقع في خطا من اخطاء التفكير. وانما الاجابه الصحيحه هي دال التروي في اصدار الاحكام، ان انا اتروى وتانى علشان اصدر حكم صحيح. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 41 بيقول: يقول الإمام علي كرم الله وجهه: لا تعرف الحق بالرجال، من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال، اعرف الحق تعرف أهله. تشير المقولة إلى ضرورة تجنب القابلية للاستهواء، تغليب العاطفة، التصرف في إصدار الأحكام، الهيمنة. يعني إيه لا تعرف الحق بالرجال؟ يعني ما ينفعش أقول فلان ده بيقول الحق، تمام؟ فمعنى كده أن أي كلام هيقوله هو مصدق، وإنما أشوف الحق فين وأشوف مين بيتبعه. طالما عرفت الحق هتعرف أهله، معنى كده إن أنت ما تسيبش حد يسيطر عليك. تمام؟ ثواني بس أشرب مية.
فكر فكر وانا بشرب. فاعرف الاول فين الحق وامشي وراه، لكن لو اتعرف رجال معينين هم اليوم الحق يبقى الرجال دول هم اللي مسيطرين، فعشان كده باخد الهيمنه والسيطره. السؤال اللي بعد كده بيقول لي في رقم 42: الطفل الصغير يشاهد الزجاج المكسور ويعبث به احيانا دون الخوف منه، ولكن الام تبعده بسرعه حتى لا يضر نفسه. اذا تعلم الام خطر الزجاج نتيجه خبرتها السابقه، يعكس الموقف السابق احد قصص التفكير الفلسفي، وهي انه نشاط عقلي إنساني مرتبط بالنشاط العملي، إدراك للقوانين العامة للموجودات يعبر عنه بشكل لفظي ورمزي. أنت طفل صغير بتلعب في الإزاز عشان أنت ما عندكش خبرة إن ده خطر، الأم بعدتك عنه عشان عارفة إن ده خطر، يبقى معنى كده إن هو بيعبر عنه بشكل لفظي ورمزي؟ لأ، مرتبط بالنشاط العملي هنسيبها. نشاط عقلي إنساني معانا، إدراك للقوانين العامة للموجودات معانا. طب هنا المشكلة دي أو الجروح قانون عام؟ لأ، فطارت. طيب نشاط عقلي انساني ومرتبط بالنشاط العملي، هنا ايه اللي حصل؟ هنا انت خدت القرار بناء على خبره ومعلومات ولا بناء على العاطفه؟ قلت لك لا، ده النشاط العقلي الانساني، لما قلت لك علمني على كلمه عقلي ان كل شيء مبني فيه على الايه؟ على العقل، ماليش دعوه بالاحساس، فعلى طول بختار الف ان هي نشاط عقلي انساني، لان هنا ما خدش ده، ما خافش منه لان هو ما عندوش معلومه ان الازاز بيعور، اما الام عندها معلومه فعندها معلومات وخبرات، فهو نشاط عقلي انساني. سؤال رقم 43، والسؤال بيقول: قيام احد الطلاب بتلخيص المواد الدراسيه في شكل خرائط مفاهيميه ليتمكن من فهم الماده جيدا، يعد ذلك احد الحالات التي تثير النشاط العقلي، وهي تخطيط للمستقبل، تنظيم التفكير، حل المشكلات، تذكر الماضي. انا بلخص المواد الدراسيه في شكل خرائط مفاهيم علشان اتمكن من فهم الماده جيدا، تمكن من فهمها، من فهمها، يعد ذلك احد الحالات التي تثير النشاط. هل هي تذكر الماضي؟ لا. هل هي تخطيط للمستقبل؟ لا. وانما ايه؟ يا اما تنظيم تفكير يا اما حل مشكلات. انا بعمل ايه؟ بعمل خرائط مفاهيم. الناس كلها بتذاكر، بس انا بعمل بذاكر وبعمل خرائط زي الخرائط الذهنيه اللي احنا عملناها اثناء الشرح، ان كل فرع طالع منه فروع بتخصه. النشاط الانساني 5 اهم، مهارات التفكير او اهميه التفكير 4، ادي الاربع مربعات حوالين منها وهي في دايره في النص، وهكذا. يبقى الكلام ده علشان اتمكن من ايه؟ من فهم الماده، انا عايز افهمها بشكل كويس، عايز افهمها بشكل منظم، يبقى في تنظيم في التفكير. السؤال بعد كده رقم 44 بيقول: هناك طرق كثيره لتعريف التفكير، اي الاختيارات الاتيه ليس تعريفا للتفكير؟ يعني هو عمليه ذهنيه تعني بحل مشكله ما؟ هو جايب لك 3 صح وواحده غلط، عايزك تختار الغلط مش تختار الصح. هي عملية ذهنية تجعل الشخص يشعر بالخوف إزاء خطر وشيك، هي عملية ذهنية تستمد المعنى من المنبهات الحسية، هي عملية ذهنية تعني بإيجاد تفسيرات لبعض جوانب العالم. يبقى هناك طرق كثيرة لتعريف التفكير، طرق كثيرة ممكن أعرف منها التفكير، أي الاختيارات الآتية ليس تعريفا للتفكير؟ هو عملية ذهنية بتحل مشكلة ما؟ ماشي. هو عملية ذهنية بتخلي الشخص يشعر بالخوف إزاء خطر وشيك؟ طب خليها. عملية ذهنية استمد المعنى من المنبهات الحسية، باخد المعاني من المنبهات الحسية. عملية ذهنية تعني بإيجاد تفسيرات لبعض جوانب العالم، هو أنا بفكر عشان أشوف تفسير للعالم؟ لا. يبقى الأقرب بالنسبة لي هي باء، الأقرب بالنسبة لي هي باء. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 45 بيقول: إذا كنت لا تؤمن بحق من تحتقرهم في حرية التعبير فأنت لا تؤمن بها على الإطلاق، تخالف دعوة تشومسكي لحرية التعبير أحد عوامل الوقوع في الخطأ، وهي تعصب وتطرف، تغليب العاطفة، القابلية للاستهواء، التسرع في الحكم. أنا لا أؤمن بحق الناس اللي أنا بحتقرهم في الحرية بتاعة التعبير. يعني مثلا أنا بحتقر الطلاب بتاعة تانية ثانوي، يبقى أنا مش مؤمن إن هم ليهم حرية في التعبير. فقال لك لو أنت بتحتقر رأيهم في الناس اللي ليها حق في التعبير فأنت لا تؤمن بالحرية نفسها على الإطلاق، أنت مش مؤمن بالحرية نفسها. حلو. معنى كده ان انا عندي تعصب وتطرف، ولا بغلب العاطفه، ولا قابليه للاستهواء، ولا تصرف في الحكم؟ بقول له معنى كده ان انا عندي تعصب وتطرف. لحد كده الدنيا واضحه؟ طيب هنخش بقى على الاسئله المقاليه. الاسئله المقاليه، والاسئله المقاليه هي اسئله مهمه جدا 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 جدا، ما فيهاش تعليم، فانا هشرحها لك، فهستاذن عليك ان انا هقعد بس كده علشان ظهري تعبني، وهكمل معاك الاسئله وانا قاعد معاك.
كده كده الأسئلة معاك أهي، والأسئلة معاك في الملزمة، تلاقيني معاك بقلب برضو معاك. بسم الله. بص يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة المقالية بتقول: من الأقوال المقصورة إنما الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئهم. الناس زي البحر، ما ينفعش تحكم على العمق وانت مش شايف غير الشط بس. بيقول لي: حلل المقولة السابقة في ضوء دراستك لعوامل الوقوع في أخطاء التفكير. أول ما تجيلك جملة زي كده لازم الأول تفهم المطلوب منها إيه. هو طالب هنا واحد عامل من ضمن عوامل الوقوع في أخطاء التفكير. العامل ده خد بالك ممكن يكون عامل ذاتي وممكن يكون عامل موضوعي، يعني عامل متعلق بيا أو متعلق بالموضوع نفسه. حلو، جميل. بيقول لي هنا كده: إنما الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئهم. يعني ما تحكمش على الشط غير لما تنزل في العمق. طب أنا حكمت وأنا لسه على الشط، يبقى معنى كده إن أنا تأنيت في الموضوع ولا تسرعت؟ تسرعت. يبقى هنا الخطأ اللي أنا وقعت فيه أتكتب كده لما يقول لي في ضوء دراستك لعوامل وقوع التفكير، هقول له: تشير المقولة إلى أحد عوامل وقوع التفكير وهو التسرع في إصدار الأحكام. تمام؟ السؤال اللي بعد كده بيقول لي: عادة ما يولد نتيجة التمسك بتحقيق المصلحة الشخصية والتي لا يتم التضحية بها باستمرار في مقابل المصالح الاجتماعية الأخرى. حلل العبارة السابقة في ضوء دراستك لعوامل الوقوع في أخطاء التفكير. طيب بص يا سيدي، أنا هنا بتمسك بمصلحتي الشخصية بس، مفيش أي حاجة اسمها أضحي من أجل المصلحة الاجتماعية الأخرى. يبقى أنا هنا متعصب لفكرتي وأرائي الشخصية، فأقول له هنا: تشير العبارة إلى التعصب والتطرف، فقد يقع الفرد في أخطاء التفكير عندما يتمسك بأفكار معينة. وحط لي دايرة بس كده بتحقيق المصالح الشخصية، تحقيق المصالح الشخصية، وتحقيق المصالح الشخصية موجود عندي في حاجتين كده، موجود في المنفعة العملية للفرد، وموجود عندي هنا تاني في التعصب والإيه؟ والتطرف. طيب سؤال رقم 3 بيقول: اسلوب التطلع والبحث الى معرفة طبيعة الاشياء، دلل بمثال من عندك على اسلوب التفكير المشار اليه في المقولة السابقة. ايه هو الاسلوب المشار اليه؟ يعني ايه اسلوب التطلع؟ انا عندي تطلع، عندي تطلع يعني عندي فكرة، يعني عندي بحب دايما اعرف حاجات جديدة. ايه هو الاسلوب التفكير اللي كان فيه كده، اللي كان فيه بحث وفيه معرفة وفيه حاجات جديدة و الى اخره؟ كان الاسلوب الفلسفي. برافو عليك. طيب ويقول له بقى في الاسلوب الفلسفي اي بحث للفيلسوف، ان الفيلسوف ما بيبحث عن ظاهره واحده وانما بيبحث عن عوامل الظاهره وعلاقتها بالظواهر الاخرى الى اخره. السؤال بعد كده سؤال رقم 4 بيقول: هناك بعض الاعتقادات التي ليس لها علاقه بالواقع، مثل عدم ابتلاع العلكه اللي هو اللبان لانه ستبقى في المعده 7 سنوات. طبق بمثال من عندك على ما تشير اليه العباره السابقه لاحد اساليب التفكير. طيب بعد إذنك حط لي بس كده دايرة على كلمة ليس لها علاقة بالواقع. الأشياء التي ليس لها علاقة بالواقع كانت بتدل على نوع من أساليب التفكير، وهو أسلوب التفكير الخرافي. وهات له بقى تفسير البرق والرعد أو الرياح على إنها غضب الآلهة. كده بالنسبة لك فاهم إزاي تحل مقالي؟ طيب مكملين مع بعض. سؤال بعد كده السؤال رقم 5 بيقول: عدوى انفعالية تساعد على انتشار الأفكار والمعتقدات وشيوع السلوكيات بسهولة ويسر، طبق بمثال من عندك على أحد العوامل التي تؤدي للوقوع في أخطاء التفكير المشار إليها في العبارة. أول حاجة لازم تعرف، طالما قال لي انتشار الأفكار زي الشائعات، يبقى إيه؟ يبقى القابلية للاستهواء. طب هو هنا أنا عرفت الأول قابلية للاستهواء، هات لي مثال عليها بقى. هات لي مثال عليها في انتشار الشائعات المغرضة، في تصديق رأي أو تصديق كل ما يقال دون نقد أو أدلة. أي مثال من دول في الواقع هيجي لك. أهم حاجة في المقال إن المثال ما يكونش موجود في كتاب المدرسة. الكتاب بتاعك بتاع المدرسة اللي اتبعت لك PDF أو اللي عندك على التابلت، أهم حاجة السؤال أو المثال اللي انت هتجيبه ما يكونش مذكور فين؟ في الكتاب. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 6 يقول: ويليام شكسبير، الشائعات أنبوب يفجره الندم والكره والغيرة والتخمين، ومن السهل جدا تدمير حياتك. حلل المقولة السابقة في ضوء دراستك لعوامل الوقوع في خطأ التفكير. هي نفس الإجابة بالضبط، إن هي بتشير للقابلية للاستهواء، والقابلية للاستهواء معناها قبول رأي دون نقد. سؤال رقم 7 بيقول: إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة،
فالعلم ثروة ونحن نجني أو نبني لما هو قادم. طبق بمثال من عندك على أحد الحالات التي تشير أو تثير التفكير العقلي المشار إليها بالمقولة. إمتى بتثير التفكير؟ قال لي أربع حالات: تذكر الماضي، التخطيط للمستقبل، حل المشكلات، تنظيم التفكير. هنا بيقول لك إحنا بنبني الأجيال، فمعنى كده إن هي إيه؟ التخطيط للمستقبل. وهتجيب أي مثال فيه تخطيط للمستقبل بقى؟ إن أنت بتخطط في المستقبل إن أنت تيجي تدخل علمي، إن أنت بتخطط للمستقبل إن أنت تخش كلية طب، إن أنت بتخطط للمستقبل إن أنت تشتري عربية، تشتري شقة، إن والدك بيخطط للمستقبل إن أنت تنقل من مدرسة خاصة لمدرسة حكومة، أو من مدرسة حكومة لمدرسة خاصة، أو من خاص لإنترناشونال، أو إن أنت بتخطط إن بابا يشتري لكم فيلا في مكان تاني وتنقل من مكان لمكان، أياً كان أي حاجة فيها إيه؟ المثال يكون بيدل على المستقبل. اهم حاجة بالنسبة لي ان المثال ما يكونش جاي من كتاب المدرسة، تمام؟ طيب السؤال رقم 8 والسؤال الاخير بيقول: ايجاد الافكار او الاشياء بطريقة لم تكن موجودة من قبل. دلل بمثال من عندك على اسلوب التفكير التي اشارت اليه العبارة. الاول بجيب اسلوب التفكير وبعد كده بجيب المثال. اسلوب التفكير هنا اسلوب ايه؟ اسلوب ابداعي. ليه اسلوب ابداعي؟ حط لي دايرة على كلمة بطريقة لم تكن موجودة من قبل، يعني انا حليت الموضوع بطريقة جديدة ومبتكرة. فبتجيب له مثال بتقول له ان هنا بتدل على الاسلوب الابداعي، وبعد كده بتجيب له اي مثال على الابداع. كده بالنسبة لك الدنيا واضحة سهلة وبسيطة. كده يبقى احنا بفضل الله فرمنا المنهج، شرحنا الموضوع الاول بالكامل، حلينا اكتر من 50-60 سؤال على الجزء الاول بس. وان شاء الله باذن الله انتظروني، هيبقى عندك لايف بعد ما تسمع الفيديو ده، وبعد كده بعد كل فيديو هتلاقي الفيديو شرح زائد الحل وبعديه اللايف، وفي الاخر خالص ان شاء الله باذن الله هيبقى عندنا حصص لحل الامتحانات الشاملة فقط. اشوفك على خير يا صديقي، واي سؤال عندك جهزه عشان نجاوبه في اللايف، واي مشكلة ابعتها لنا وجهزها عشان هنطلع نحلها في اللايف، وانتظروني بإذن الله في مراجعة ليلة الامتحان. سلام عليكم.